السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد من لايفات الميد، والحلقة الثالثة من سلسلة سوفت وير للمبتدئين مع الرائع حسام الدين مصطفى. عامل ايه؟ حبيبي الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. هي الصورة ثابتة عندك ولا ثابتة عندي؟ مش ثابتة عندي ولا ثابتة عندك، شغالة اهي. طيب الناس اللي دخلت يا ريت نتمنى كده بس يقولوا لنا الدنيا تمام والصوت تمام والصورة تمام والكلام. لسه ما دخلتش؟ لا احنا عندنا 12 فيو اهو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين تأكيد من الناس الصوت عامل بنورك. تمام الدنيا تمام. اتفضل يا باشمهندس حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نرجع لكم اليوم ومع حلقات سوفت وير للمبتدئين والحلقة الثالثة. طيب احنا النهارده اول اتكلمنا في اللي فات على الويندوز وعلى الدخول على التعريفات وعلى يعني انهي انتي فايروس كويس وانهي انتي فايروس مش كويس وازاي تستخدمه او استخدمه وايه التعريفات الكويسه او ايه التعريفات اللي تعرف تجيبها او البرنامج تعرف تجيب منه التعريفات كلها وازاي توقف ديفندر وازاي توقف الابديت. وبعد كده بدانا ننتقل للاندرويد وعرفنا ملفاته ملف ملفه وجزء جزء. وقفنا من دي من المرحلة التانية وقفنا ازاي اللوجو الاول بيعني كلام واللوجو التاني بيعني كلام. انا اسف هقطعك بس خلينا نرحب بأليكس. هلو أليكس. أليكس من المكسيك وكان معانا في لايف، كنا بنتكلم على السواب ولكن ما حالفناش الحظ ان احنا نكمله. فأليكس من الشخصيات الجميلة واللي بيحبوا المصريين. الصوت عندك فعلا وحش يا حسين. هلو ماي دير أليكس. أليكس فروم مكسيك. طبعا معانا ناس تانية برضو معانا. عزو تقريبا يعني او عزو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت فيه خلوشة من عندك يا حسام، فعلا الصوت مش مظبوط. تحدث كده مرة اخرى. طب شوف كده الصوت كده تمام بقى؟ تمام. لا هو حتى الصورة مهزوزة يا حسام، يعني الصورة مش ثابتة، يعني مش لايف معانا، فاهم قصدي ايه؟ طب ثواني كده نعمل حاجة ثانية. هنظبط الصوت ثواني. فتحي بن سال بن 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 سلمي. تسلم يا هندسة بنورك. أحمد عظيمة حبيبي، تعال نشوف حسام مرة تانية. تحدث العربية بطلاقة. ايه الأخبار؟ الصوت مش حلو والله. اتكلم كده لسه الصوت برضه مش كويس. طب اتكلم بقى، يعني حاول تسترسل كده تاني، يعني حاول تجيب لنا المقدمة مرة تانية. لا ثواني، ممكن نعمل حاجة كويسة ان احنا نغير خالص الشبكة دي اصلا ونشتغل من شبكة الموبايل، ان كده هتقطع كتير النهاردة مش شغال كويس او في مشكلة. مش نفضل بقى نحايل فيه يعني. الحلقة الثالثة من حلقات سوفت وير للمبتدئين مع حسام. الانترنت كويس، هو حسام بيحاول يظبطه، هو كده فتح 3G. يا جماعه يا ريت نتبرع له ونلم له ثمن الباقه لان الباقه هتخلص في اللايف ده. ايه الاخبار كده؟ زي لسه برضه في خروشه؟ زي تمام كده يعني؟ يلا بينا. زي الفل الحمد لله. طيب احنا نقول مقدمه تاني. احنا كنا اتكلمنا في كذا حاجه عشان نقولها مش هنعيدها تاني، بس الفكره كنا قلنا من البدايه خالص ازاي بنشتغل وازاي بننزل ويندوز وانهي ويندوز المناسبه والتعريفات والدرايفرات بنجيبها منين. وبعدها قلنا نقفل التسيبل بتاع الديفندر والتسيبل بتاع الابديت وما التسيبل للابديت. ومن بعدها بعد كده بدانا نتكلم نخش على الاندرويد في الحلقه الثانيه ومصطلحات الاندرويد، او مش هنقول مصطلحات، كانت ملفات الاندرويد بالاخص
وازاي ان اندرويد بيشتغل على الشاشات اللي بتعمل باللمس فقط، ما بيشتغلش على زراير، لازم يكون في تاتش موجود عشان يشتغل الاندرويد، وازاي هو مبني على نواة لينكس، وازاي هو مفتوح المصدر وتقدر تطور فيه في النسخ نفسها. اتكلمنا واسترسلنا في الجزء ده كتير، فمش هنعيد فيه تاني عشان ناخد الجزء الجديد معانا. احنا كنا قلنا او نوينا المره اللي فاتت ان احنا هنتكلم عن مصطلحات السوفت وير. مصطلحات السوفت وير دايما هناخدها جزء جزء عشان المصطلحات كتير قوي. ناخد جزء مصطلحات خاص بالاقلاع او بالتحميل، وهناخد منه مثلا وليكن البوت. كلمه بوت بمعنى تحميل، هنا بمعنى اقلاع او اقلاع. الاقلاع، الاقلاع ده بينقسم هنا لجزئين، جزء اقلاع من الموت، يعني الجهاز نايم خالص وبدا يقلع، والجزء الثاني الاقلاع او اقلاع السوفت وير نفسه، وهو البوت دوت ايمج او الكيرنل. وده المصطلح الثاني. المصطلح الثاني معانا هو الكيرنل. يعني ايه كيرنل؟ وكل ما تقول لحد كيرنل يقول لك اه ماشي كيرنل ماشي. ايه كيرنل؟ كيرنل دي نواه او نواه جذور النظام الرابطه بين الهاردوير والسوفت وير. هقول لك مثال بسيط يخليك تعرف يعني ايه كيرنل. قبل ما تقول الكيرنل ده هستاذن الناس اللي موجودين معانا، بعد اذنكم منشنوا للناس اللي كانت موجوده معانا في اللايف اللي فات، او نعلق على اللايف عشان يطلع على اول الجروب فوق عشان يبقى معانا تفاعل والناس ما يفوتهاش الحلقه. اتفضل يا هندسه. احنا كنا حبيبي عم احمد نور، حبيبي عم احمد الرؤيه، كنا اتكلمنا في الجزئيه بتاعت قلنا الكيرنل، وعايزين نعرف يعني ايه كيرنل. احنا قلنا الكيرنل ده نواه النظام او جذور النظام والرابط ما بين الهاردوير والسوفت وير، واللي بيعمل تشيك على الحمايات او البوت لودر بمعنى اخص. ماشي، وبعدين بس انا برضو مش فاهم. اقول لك مثال بسيط ممكن يوضح لك الصوره شويه، يخلي الصوره واضحه شويه. انا لما اجي احدد سرعه شغل السي بي يو وحرارته ويشتغل ويزيد على حراره كام ويقل على حراره كام، بتحكم في سرعته وبطئه، بتحكم منين؟ لازم من الكيرنل ده. الكيرنل ده هو اللي بيتكتب فيه البرمجيات الخاصه بالمعالج، بشغل المعالج، وانه يبدا من الاقلاع، وانه يبدا الذاكره، وانه تشتغل الذاكره، وهكذا. كل ما هو مبرمج في البدايه في الستارت عشان الجهاز يشتغل. وفي نفس الوقت بيدمج نفسه مع النظام خلاص بقى. يعني ايه بيدمج نفسه مع النظام؟ يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا عديت الكيرنل فانا كده خلاص هو نام. لا، هو بيلي صله دايما مع السيستم او مع النظام. برضو على سبيل المثال للحصر عشان الموضوع يبقى واضح. محمود كان وضح برضو موضوع الكي جي او الكونكس جاردنج او الكونكس جارد امبارح مثلا او في اللايف بتاع امبارح، وقالوا تاني وقلناه كتير، بس برضو احنا بنتكلم عن بنخاطب مبتدئين. فالكونكس جارد مثلا دي نظام حمايه خاص في شركه سامسونج. الكونكس جارد ده ليه تطبيق، التطبيق ده موجود جوه النظام وليه جزء متعلق بالبوت. هتقول طب ازاي؟ هقول لك لو دخلت الداونلود بيبقى فيه جزء في الكي جي او حاله الكي جي بتظهر، لازم تظهر في الداونلود وضع الداونلود او وضع التحميل. فبالتالي هنا انا مفيش حاجه اسمها ان ده شغال فانا عديته فهو مش خلاص كده انا تخطيته خالص. بمجرد ما يعمل ستارت او مع اول ستارت بيرجع يشيك الكيرنل تاني ويرجع يرد ويسمع بقى وياخد التقرير اللي جابه من النظام ويبدا ينفذ عليه اوامر. بمعنى صح، لو لقى السيستم ملعوب فيه النظام او البوتنج او الملف البوتنج دوت ايمج او الكيرنل، بيروح يشيك على البوت لودر. لو البوت لودر مقفول يبقى مش هيسمح لك بالتعديل اللي انت عملته وهيلغيه. طيب انا مش عايز اتعمق في الجزئيه قوي بحيث ان احنا ما نخشش في مصطلحات واحنا لسه بنعرف المصطلحات. ماشي، ده احنا كده لسه في مرحله او جزء الاقلاع. تمام، نستلم من الاقلاع يبدا في مرحله الداونلود او وضع الداونلود. هنا اسمها اوضاع التحميل المختلفه. يعني لكل معالج وضعيه تحميل، او وضعيه الوضعيه دي بتسمح فيها الشركه بدخول السوفت وير للجهاز. الوضعية دي زي طبعا الوضعية المشهورة داونلود مود في سامسونج، وزي وضعية الفاست بوت في شاومي، وزي مين؟ وزي مثلا عندنا وضعية اسمها داونلود مود او دي ال الخاصة بمعالجات ميديا تك، ودي مش ظاهر فيها خالص حاجة على الشاشة، ده مجرد توصيل الكابل بيقرا تعريف ومن هنا هو دخل ده وضع الداونلود بالنسبة له.
فوضعيه التحميل لازم تدور عليها انت كمبتدئ سوفت وير، انت لازم تعرف وضعيه التحميل بتاع الجهاز اللي في ايدك ايه. هتقول لي طب ما انا عارف، ما هو الداونلود مود. هقول لك طب انا جبت لك موتوريلا، هتقول لي في داونلود مود؟ اقول لك لا ما فيهوش. طب اما هشتغل فيه ازاي؟ الموتوريلا مثلا انا جبت مثال بعيد قوي عشان الناس ما تشغلش دماغها وتقول لا طب ما انا عارف الداونلود، ما هو الداونلود ده بيختلف من جهاز للتاني ومن معالج للتاني. فبالتالي انا هنا وقعت في جزئيه لازم افرق بين حاجتين. لازم افرق بين حاجه اسمها وضعيه المود او وضعيه المعالج، ده الجهاز فيها فاصل خالص تمام، وهنا مفيش اي كونكشن الا عن طريق التوصيل المباشر، فلما يقرا الجهاز يقرا تعريف المعالج. لو معالج ميديا تك هيقرا ام تي كيو اس بي بورت او ام تي كيو اس بي بريلودر بورت. لو معالج كوالكوم هيقرا حاجه اسمها اي دي ال ايمرجنس داونلود مود، ايمرجنسي داونلود مود. ولو مثلا ال جي ايمرجنسي مود وضعيه الطوارئ. مثلا مين تاني معانا؟ كوالكوم اكزينوس هيقرا اكزينوس لو جهاز قاطع وفي وضع المعالج، هيقرا كلمه اكزينوس او اسم اكزينوس. الكيرن مثلا بتاع الهاي او الهاي سيليكون بتاع هواوي بيقرا كوم 1.0. دي كلها وضعيات معالج. الجهاز في الحاله دي حبيبي يا محمد، الجهاز في الحاله دي بيكون في وضعيه المود او انه مغلق خالص، مفيش حاجه على الشاشه خالص. ولازم نفرق بقى الجزئيه الثانيه وهي نظام الشركات. يعني هقول لك، هديك ثلاث امثله عشان الموضوع يبقى واضح خالص. لو جيت قلت لك سامسونج هنشتغل بنظام الشركه، يبقى مين؟ داونلود مود. طب خلي بس الاسئله للاخر واجاوبك انت عايزه. لو جيت اتكلمت مثلا على نظام شركه سامسونج للتحميل اسمه داونلود مود، نظام شركه مثلا شاومي اللي معتمده في التحميل الفاست بوت، نظام مين تاني؟ اتش تي سي كان فاست بوت، موتورولا كان الفاست بوت والبوتلودر، وهكذا. طيب انا كده عرفت ان في نظام والجهاز شغال كده وفاتح شاشه، وده لازم اتبع تعليمات الشركه. يعني الشركه بتقول انك تدي في الملفات الرسميه مثلا للجهاز في وضعيه العمل دي او في وضعيه الداونلود دي، يبقى لازم تلتزم. طيب هتقول لي طب ما انا كده ما عارف ان الجهاز ممكن يفلش من المعالج، ممكن يفلش مثلا او بوضعيه العاديه يفلشه عادي، ودي بفلاش الشركه. هقول لك هنا في شركات ما بتعملش نظام مستقل بنفسها، زي مين؟ زي انفينكس. هل شفت انت في انفينكس وضعيه داونلود مود والجهاز شغال مثلا والنظام والجهاز فاتح؟ لا مفيش. ممكن تلاقي فاست بوت ملهاش لازمه بالنسبه لك، ولكن انفينكس ما بتصرفش او ما بتطورش في نظامها وحمايتها غير بجزء بسيط قوي. ليه؟ عشان تديك جهاز بامكانيات عاليه وبتكلفه قليله، ولكن ده بيجي على حساب الحمايه والخصوصيه، الحمايه البرايفسي والسكيورتي، دول بيجي على حسابهم. عشان كده انفينكس طايحه في السوق، شغاله تنزل كل شويه 20 30 جهاز عادي، ما عندهمش مشاكل. ليه؟ انا ما بصرفش على الحمايات وبطور فيها، وكل اصدار عايز احط حمايه جديده او عايز ادخل في جزء جديد اجيب ار بي ام بي واحط عليه حماياتي، الخزنه بتاعتي واحط عليه حمايات زي ما قال محمود مثلا. فينيكس مكبره دماغها من المواضيع دي خالص. جهاز رخيص وامكانياته كبيره. جهاز رخيص، حط انت المعادله دي كده مع بعض هتعرف لا مش هطور. انا كده هاخد المعالج من الشركه، وليكن معالج ميديا تك، هاخده من الشركه بنظامه بوضعيته كده، حط عليه اللوجو بتاعي واحط عليه التطبيقات بتاعتي، حط عليه شويه الحاجات الحلوه اللي المستخدم عايزها، واجهه المستخدم تمام، سواء تقيله ولا خفيفه ولا ايا كان نظامها، واحط ملفات السكيورتي السيريال بتاعي والحاجات في الجزء بتاع الحمايه وشكرا انا كده خلصت. هتقول لي طب ما سامسونج عامله كده، هقول لك لا، سامسونج لو جيت تشوف السيريال محطوط جوه حاجه اسمها تصريح شهادات سيرتيفيكيت. لو جيت شفت السيرتيفيكيت محطوطه فين؟ محطوط جوه خانه او جوه ملف تشفير اسمه EFS. كل حاجه هي عامله لها نظام، وطبعا من ضمن الانظمه وضع الداونلود مود، وضع الريكفري بتاعه، لازم كل حاجه تبقى شغاله على نظام الشركه، على حسب نظام الشركه. طبعا انا عايز الملخص في الاخر، انا عايز اقول لك ان في فرق بين التعامل مع معالج، نظام معالج مباشر، وفي فرق ان انا اشتغل مع نظام الشركه نفسها. كلام جميل. طيب انا جيت هنا خلصت، خلاص انا كده عرفت ان في وضع اسمها وضعيه داونلود مود، ودي عرفت وظيفتها
وضع التحميل او وضع السوفت وير، وضع تحميل السوفت وير. وعرفنا اشكالها، وقلنا اشكالها داونلود، وضع الداونلود مود في سامسونج، وضع الامرجنسي مود في ال جي، وضع الاي دي ال في كوالكوم، وضع الام تي كيو اس بي بريلودر بورت في ميديا تك، وضع الكوم 1.0، ولكن هنا ده وضع معالج فاحنا ممكن ننقل بعدها للفاست بوت، وهنا الفاست بوت معتمد في اجهزه هواوي طبعا، ولكن مقفل بقفل. القفل ده اسمه بوت لودر، ده الجزء اللي احنا هننتقل اللي بعدين. ايه هو البوت لودر؟ قفل، بس قفل محطوط لحمايه النظام بس كده. بس كده. ولكن هحطه لك فين الفكره؟ هو موجود فين الفكره؟ ان هو موجود في الاقلاع. الفكره انه موجود في الاقلاع، والاقلاع هنا تمام لازم يكون عليه حمايه. هقول لك مثلا، هو انت شفت اجهزه مثلا فيها وضعيه الفاست مود، اجهزه حديثه مش القديمه، عشان ما حدش يطلع يقول لي اصل كان فيها اجهزه قديمه كان عليها فاست مود كنت بكتب عليها الاوامر عادي. لا، انا بتكلم هنا في الاجهزه الحديثه. فوضعيه الفاست مود ولا احنا وسميناها وضعيه المطورين، قلناها عليها المره اللي فاتت، قلنا دي وضعيه المطورين. انا عشان احجم حجم اللعب او القراءه والكتابه في الجزئيه دي حطيت عليها قفل عشان احمي نظام الملفات، واحمي نظام كذا، واحمي نظام كذا، واحمي نظام كذا. لازم في قفل. القفل ده مسماه هنا بوت لودر، اما بقى يكون اللوك واما يكون لوك. لو لوك خلاص هو كده مغلق، كده بيحتاج لمفتاح. هو كل قفل ليه مفتاح، المفتاح ده بقى على حسب. انا سايبه لك مفتاح عام، مديك كده مفتاح جنرال كده اللي هو اسمه اوامر، اوامر فتح البوت لودر، اوامر كده عام، امر عام بنكتبه بيفتح البوت لودر دايركت، تمام. او بمفتاح خاص، المفتاح الخاص ده بيموجود على او ناحيه الشركه او سيرفر الشركه فقط زي هواوي كده. لما تيجي تفتح البوت لودر لازم تشتري المفتاح الكي، الرقم اللي تفتح بيه البوت لودر، تمام. يعني بمعنى كده ان القفل ليه مفتاح، المفتاح ده بقى موجود فين، هي دي القصه. حضرتك سواء تجيبه من سيرفر الشركه، سواء اكتشفنا ثغره زي الميديا تك بتفتح البوت لودر دايركت من وضعيه البوت روم، تمام، وهكذا. زي مثلا ملفات معينه زي اجهزه شاومي بتتفلش للجهاز بوضعيه المعالج اللي هي الاي دي ال، تلاقي الجهاز فتح البوت لودر. اول حاجه الثالثه انك بتستاذن الشركه. يعني الجهاز شغال نظامي، بتفتح وتوصل برنامج الشركه وتقول لك انلوك بوت لودر، يتواصل مع السيرفر ويبدا انه يجيب لك، يجيب الكود بعد وقت معين ويكتبه على الجهاز دايركت، والجهاز يفتح عمليه البوت لودر عمليه منظمه. في حاجه ثالثه، في اخر حاجه في البوت لودر او رابعه، ثالثه بقى او رابعه، وهي البوت لودر بطريقه او فتح بنظام الشركه فقط. يعني ايه؟ زي سامسونج عامله لك وضعيه على فئات الاي مثلا، بعض فئات الاي، انك تفتح البوت لودر بتكت الزرار الفوليوم اب طويل تروح فاتح. لو انت داخل على وضعيه الداونلود يجيب لك اختيار، لو انت عايز تفتح البوت لودر دوس على فوليوم اب طويل الجهاز يفتح البوت لودر. انا مديها لك ومسهلها لك اهو، تمام، ومسهلها لي ليه؟ اذا كان انت بتخرجه بره الضمان، لو فتحت البوت لودر يفتح بره، يطلع بره الضمان. انا عايزك تطلع بره الضمان اصلا، انا مسهلها لك ليه؟ انا مسهلها لك عشان تطلع بره الضمان، مش عايزك في الضمان، بالعكس انت زي الفل كده. يلا ايه اوكي كده، الشركات بتلكك ما عدا، مفيش الا شاومي اللي بصراحه اللي تماشت مع الوضع وخلاص، قالت لا اللي يفتح البوت لودر بس ما يجيلناش الجهاز مفتوح البوت لودر، اقفله قبل ما يجي لنا، بس اقفل البوت لودر تاني ورجع الجهاز الشركه، الجهاز الشركه تشتغل في الجهاز عادي، ما بيطلعش بره الضمان. لكن هنا لا، بيطلع بره الضمان لانه بيحرك حمايه الكونكس. حمايه الكونكس احنا لسه قايلين عليها من شويه، اللي هي موجود تطبيق في النظام محمي وبيسمع تحت في البوت في الكيرنل بتاع الجهاز، وبيقول بيعد عداد، في عداد كده كاونتر بيقول لك لو انت فتحت مثلا البوت لودر وعملت روت او عملت فك حمايه الجهاز يعد رقم، طالما عدى الرقم ده يبقى الجهاز ده الشركه تعرف انه خرج خارج الضمان، حتى هو كاتب لك اسمه ورقم وارنتي او رقم ضمان، تمام. يعني انا كده عرفت لغايه البوت لودر، وعرفنا هو مسماه كده ازاي وبيشتغل بانهي طريقه وطريقه شغله ازاي. طبعا طريقه فكه بقى وشغله دي مع الشغل بقى نفسه او طريقتنا شغلها، تمام. نيجي للجزئيه اللي بعد كده، احنا كده وصلنا لفين؟ خلاص ده وضع او الاقلاع اللي هو البوت والاس بوت او الاي بوت ايا كان مسماها على حسب المعالج، تمام. وبعديه
الداونلود مود او اوضاع التحميل، وبعد اوضاع التحميل اللي من ضمنها فاست بوت من ضمنها الداونلود مود قلناها، والاخير او الجزء الاخر حاجه قلناها هي البوت لودر. كده احنا لغايه دلوقتي في الاقلاع، لغايه ما قلنا كل دولت لسه في الاقلاع، احنا لسه قايمين بالاقلاع. تمام، بعد ما اقلعنا يلا بقى نخش على النظام نفسه. النظام نفسه بيعمل على ملفات سيكيورتي وملفات نظام. ملفات السيكيورتي ليها مسميات كتير، تمام، بحسب نوع المعالج، بحسب نوع المعالج بيختلف ملفات السيكيورتي. يعني ايه ملفات سيكيورتي اصلا؟ انت عايز توصلني منها لايه؟ انا عايز اوصل لك ان في بوديجاردات جايباهم الشركه يحموا نظامها. البوديجاردات دول اسمهم سيكيورتي، احنا مسمينهم ملفات الحمايه. بيحموا ايه من مين؟ بيحموا السيريال، الاي ام اي، الهويه، البطاقه بتاعت الجهاز. احنا مسمين بقى، نسمي الاي ام اي ده نسميه البطاقه، بطاقه الجهاز حاطط عليها حمايه. تمام، ومين تاني؟ والواي فاي والبلوتوث، ومين تاني لغايه هنا؟ تمام، وطبعا من ضمنهم بقى البوت لودر، ومن ضمنهم اف ار بي، او اف ار بي المصطلح بتاع الاف ار بي وهو فاكتور ريسيف بروتكشن، تمام، او المسمى السوقي بتاعنا او المسمى الدارج عندنا في كفنيين اللي هو حساب حمايه حساب جوجل. حمايه حساب جوجل هي حاجه اسمها الاف ار بي فاكتور ريسيف بروتكشن. تمام، كل دي حمايات للجهاز، دول البروتوكولات بتاعت الجهاز. في سامسونج برضو الكونكس جارد، او الكونكس جارد دي حمايه، نوع حمايه. الام دي ام نوع من انواع الحمايه، ولكن جزء من كونكس، جزء من كونكس. الار ام ام جزء من كونكس. كل دي هي منظومه عاملاها شركه سامسونج، منظومه حمايه، وتحتها فروع من الار ام ام او الريموت موبايل مانجمنت، او التحكم او الاداره عن بعد، اداره الموبايل عن بعد، اداره الجهاز عن بعد. الام دي ام برضو اداره الجهاز عن بعد، ولكن دي مخصصه للهيئات والحكومات والمنظمات. الار ام ام دي ده خاصيه خاصه بالشركه نفسها، بشركه سامسونج نفسها. لو حد عايز يفرق بين الجزئيتين دول كمصطلحين حمايه، الار ام ام والام دي ام، الار ام ام خاص بسامسونج، خاص بسامسونج. الام دي ام سامسونج مديال المنظمه او الحكومه التابع لها الجهاز. يعني مثلا انت وليكن كشركه، انا محل عندي منظومه او شركه، ما عندي مجموعه موظفين عايز لهم اجهزه، انا بجيب لهم الاجهزه دي من شركه سامسونج. شركه سامسونج هنا ما بتحطليش ار ام ام، لا، بتحط ام دي ام، حمايه او الحمايه عن بعد، ولكن للشركه او للجهه دي، للشركه او للجهه دي. الحمايه دي الشركه بتدفع، بتصد الشركه بتتفعل من سامسونج، من سامسونج. طيب ام دي ام، لا، ام دي ام هنا مختلفه. ام دي ام هنا انا قافل، انا مثلا وليكن زي تاب الوزاره، قافل عليك الجوجل، حساب جوجل او حساب تطبيقات جوجل او الجوجل ستور يعني، وقافل عليك الوضع، وضعيه الداونلود ما تخشهاش، ما تعملش سوفت وير، وقافل عليك وقافل عليك وقافل، قافل عليك خصائص كتير في الجهاز عشان هو فتحه لغرض معين. ومين اللي بيتحكم فيه؟ مش سامسونج. سامسونج مدياله السيرفر او سيرفر خاص بالاجهزه دي يتحكم فيه. تمام، فالفكره هنا ان سامسونج خلاص قالت للشركه دي اتفضل، او للمنظمه دي او للحكومه، اتفضلي دي الحمايه، دي السيرفر بتاعكم اللي تتحكموا فيه على الاجهزه، وتقدروا تقولوا مين الجهاز اللي يفتح. عشان كده بيقول لك، يقول لك حط 3 جي او حط خط 3 جي، خلي الجهاز يجيب انترنت، اقدر افرمت الجهاز من عندي، يقدر يتواصل مع الجهاز، يدي له امر فورمات، يقدر يتواصل مع الجهاز يخليه خلاص يفك من الحمايه او يسيب الحمايه خالص، يقدر يتواصل مع الجهاز ويفتح لك الحساب جوجل او جوجل بلاي ستور، وهكذا. يقدر يتحكم في الجهاز تحكم كامل. مين اللي مديله الصلاحيات دي؟ سامسونج. طيب انا كده خلاص فرقت بين الار ام ام والدي ام دي ام. في بقى حمايات ثانيه بقى تحت تندرج تحت نفس الفكره، تي في اس، لوست، وستولين، حاجات كتير قوي تندرج تحت نفس الفئه من سامسونج. مش عايز اطول فيها كتير، بس انا عشان تبقى عارف المصطلحات دي بتستخدم فين. طيب احنا قلنا خلاص ان في البوديجاردات بتوعنا اللي هم ملفات الحمايه. مين بقى المهم عندي اللي انا عايز، اللي الناس بتحميه، كل دول بيحموه؟
ومهمين بالنسبه لهم. والنظام كله برضو في اجزاء كتير او في ملفات كتير مخصصه لحمايه الجزئيه دي، وهي ملفات الاي 9 بيحموا الهويه الاي دي، هويه الجهاز. الاي ام اي دايما هي هويه الجهاز الدوليه، هويه الجهاز الدوليه، الجهاز ده يتعرف من اخر بلاد العالم هو رايح فين والمين، وبيبث او بيطلع اشاره من انهي مكان عن طريق مين؟ عن طريق هويته الاي دي بتاعه الاي ام اي. حتى انت لما تيجي تعرف تبص على ترجمه الكلمه نفسها، كلمه مفصصه كلها الهويه الدوليه او رقم الهويه الدوليه. طيب الرقم دوت مقسم لاجزاء، مش عايز برضو اطول فيها كتير، ولكن هي بتاع بتحط مثلا موديل الجهاز، التوجيه بتاعه رايح على انهي بلد، طالع اتصنع او طلع من انهي بلد طبعا، والشركه المصنعه. يبقى الشركه المصنعه اللي البلد اللي رايح لها، اسم الجهاز نفسه طبعا بيبقى مع الشركه المصنعه، والبلد اللي اتصنع منها او اللي خرج منها الجهاز ده مهم، جاي من امريكا، جاي منين، جاي من كذا، جاي من كذا، هو بيتعرف من الاي ام اي نمبر بتاعه، عشان كده اسمها الهويه الدوليه او الاي ام اي الخاص بالجهاز. كل دول احنا بنحمي، ده بيخصص حمايه جزء كبير قوي من حمايه الجزئيه. تمام، انا كده عرفت الاي ام اي، عرفت السيريال نمبر، عرفت الهويه الاي دي بتاع الجهاز. امال مين الاس ان؟ يعني ايه الفرق بين الاي ام اي والاس ان؟ انا كمبتدا اعرفهم ايه يعني. الاس ان ده كود خاص او السيريال نمبر خاص بالشركه. يعني يعني حضرتك الكود ده ملوش لازمه الا في الشركه، يعني لازمته كلها وبياناته كلها مع شركه سامسونج مثلا بس، ملوش علاقه بحد بره. يعني يعرف منه الشركه جهازها، اه تعرف منه طبعا جهازها، تمام، لكن تعرف هو فين من اس ان؟ لا. ليه؟ لانه ما بيبثش عليه، ما بيستقبلش ويرسل على اس ان، ملوش علاقه. دي هويه خاصه بالشركه بقى، بالشركه المصنعه فقط. تمام؟ زي بالظبط كده، انت اسمك حسام. ايوه. اسم حسام ده معروف عند اهله. طب انا بقى لما اقول لك رقم الاي دي بتاعي 1 2 3 4 5 ال 18 رقم اللي في البطاقه ولا 14 رقم اللي في البطاقه. من اي مكان بال 14 رقم دولت تعرف اسمي وعنواني ومكاني وكل حاجه خاصه بيا. يبقى انا كده اقدر افرق ما بين الاي ام اي والاس ان. الاس ان يخص الشركه المصنعه فقط، الاي ام اي يخص او يخص الجهاز على الناحيه الدوليه او على الهويه الدوليه بتاعته الخاصه بالارسال والاستقبال. عشان كده كل الشركات بتطور حماياتها انها تحمي جزء الحمايه الخاص او جزء الرقم ده بالاساس. عشان كده مثلا شركه زي شركات ايفون او ابل حاطت الجزء ده خافته بعيد عن الهارد خالص، وراحت ودته في جزء تاني خاص بالمعالج والابرو مثلا. تمام. مثلا وليكن الشركات الشغاله باندرويد ما عرفتش تعمل كده، انهم ده مش من اساس من التصنيع، عشان هم بياخدوا موديمات او بروسيسورات من شركات تانية، ما عملتش كده، لا خلت الاي ام اي موجود وبعدين بس انا هحميه بطرق تانية. مين بقى الجارد الكبير مثلا اللي بيحمي الاي ام اي؟ من اشهرهم في سامسونج الاي اف اس، اي اف اس امبيدد فايل سيستم، او نظام الملفات المشفره او نظام تشفير الملفات. ببساطه وبسهوله وبيسر كده من غير ما نعقد برضو الموضوع، هو عباره عن فولدر او ملف او مجلد بيحتوي جواه الملفات الخاصه تمام بالاي ام اي والاس ان بس، لا والواي فاي والبلوتوث، كل ما هو سند وريسيف اللي محتاج يتحمل في الجهاز من مكان من مكاته من اي ام اي ومن غيره موجود. حاضر عارفك كل سنة موجود بداخل الاي اف اس امبيدد فايل سيستم او نظام الملفات المشفره. تمام. وده عن ايه؟ انا مثلا وليكن لو اتمسح عندي السيريال نمبر، هل بقيه الملفات بتتضر؟ لا. لو اتمسح عندي بقى الاي اف اس، هل الملفات كلها بتتضر؟ اه، سيريال، واي فاي، بلوتوث، حاجات كتير قوي بتتضر بسبب الاي اف اس. هتقولي بس انا عملت ايه؟ عملت ريسيت للاي اف اس وبرده الواي فاي شغال. ثانيه واحده يا جماعه، خلي معاكم ثانيه. يعني انا ما بحبش اقول الاخبار الوحشه، ولكن خلينا نكلمكم عن حد محمد عارف.
صديقنا في المجال، حد محترم وفي حاله يعني، اعرفه من سنين، يمكن ما اتقابلتش معاه بقالي مثلا بتاع 10 سنين او اكتر. توفاه الله النهارده صباحا، اتقتل للاسف. حد بلطجي من عنده من المنطقه كان متخانق مع اخوه من تقريبا اسبوع، والنهارده محمد راجع الصبح الساعه 10 صباحا، تلقى طعنة في صدره فتوفاه الله. إن شاء الله بإذن الله زي ما عملنا في حالة أخونا عبود، إحنا إن شاء الله بإذن الله هنسلم الفلوس بإذن الله يوم الأحد القادم لأهل عبود. ويمكن كان تأخيرنا لشوية أسباب خاصة بالعيلة نفسها، إن إحنا كنا عايزين نوصل الفلوس لزوجته مباشرة، ما يكونش في أي حد تاني من العيلة موجود، فيمكن أخرنا الموضوع لحد ما الناس كلها مشيت. إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد هنتقابل يعني، وهنسلم فلوس، هنحاول نعمل لايف للموضوع ده، ولكن بدون ظهور أي حد من أسرته. فعايزين نعمل ده إن شاء الله مع محمد عارف بإذن الله، ربنا يرحمه إن شاء الله بإذن الله حقه يجي. وبإذن الله بإذن الله هنبتدي نجمع تبرعات لمحمد كرقم فلوس. هو عنده 3 بنات تقريبا، المعلومات لسه بنستقصي الأمر كله يعني، وهو لسه مجوز أخته وبيصرف على والدته، فيعني الحمل تقيل. إن شاء الله بإذن الله أنا واثق في إخواتنا اللي ساعدونا في حالة عبود. عبود أنا عايز أقول لكم إن الرقم وصل 20,000 جنيه، غير شهرية ثابتة تقريبا اللي معانا لحد دلوقتي، أو المجموع هيبقى شهرية ثابتة 700 جنيه، وفي حد تاني متبرع ب 500 جنيه، يعني تقريبا هيبقى في شهرية 1200 جنيه. مش عايزين نسيب برضه محمد عارف الله يرحمه، مش عايزين نسيب أهله يعني. إن شاء الله بإذن الله يمكن حسام جاله المكالمة عشان يبقى سبب إن إحنا نتكلم، هنطلع لايف مخصوص للموضوع ده، هنسلم فلوس يوم الأحد بإذن الله لأهل عبود، وهنطلع لايف بعدها بإذن الله. أتمنى إن كلكم تبقوا واقفين معانا، وأتمنى إن اللايف يكون عليه تفاعل، وأتمنى إن إحنا نقدر نلم رقم فلوس كويس بإذن الله. ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم ويبارك في أولادكم إن شاء الله بإذن الله يعني. بس أنا حبيت أقول ده في وسط اللايف، هو لايف مهم يعني بنتكلم فيه، بس الأهم من صديقنا اللي مات، فالله يرحمه ويصبر أهله ويعين العائل. الأسرة دلوقتي تقريبا هيبقى أمه تعبانة تقريبا وزوجته، فربنا يعينهم ويغفر له ويرحمه. اتفضل يا باشمهندس حسين. يا رب اللهم ربنا يرحمه ويغفر له. طيب احنا كنا وقفنا فين؟ وقفنا عند لما بيعمل ريسيت للإفس. ليفس طيب انا لما قلت لك ريسيت إفس قلت لي طيب ما ببوظش الواي فاي والبلوتوث، اقول لك انك عملت ريسيت مش مسح، لكن لو مسحت هتلاقي كل حاجه باظت. طبعا. طيب انا عايز بس اوصل لك ان جزء تشفير او تشفير الملفات مهم بالنسبه لسامسونج وبالنسبه لبقيه الشركات، ولكن نيجي للجزئيه اللي بعد كده. هل الجزئيه دي، هل التكوين ده بس كده خلاص وقف، هو ده التشفير يعني؟ لا، ليه مسميات بقى تانية مع كل معالج، مثلا معالجات الميديا تك، لان في رام دي المسؤول عن الشبكه وعن الاي ام اي ملفات، ملف ال سامحك يا بكره، معلش انا اسف، انا مش عارف اركز، انا مهلك، انا اسف والله، بس هو الموضوع واجع من الصبح، وبعدين عارف حاله قتل بقى طعنه بسكينه يعني، انا مش عايز ابوظ لك اعصابك، بس يعني ربنا يرحمه. انا مش هتركز ولا اصلا. طيب انا مهلك، انا مهلك، انا مهلك. خد بق ميه من اللي قدامك او بق نسكافيه، روق كده واهدى. انت كنت بتتكلم على لو مسحت سيريال نمبر ما عنديش مشكله، اما لو مسحت الاي اف اس فكل حاجه هتتلخبط بالنسبه للواي فاي والبلوتوث والايمي والشبكه. تمام. طيب ايه اللي قلنا بعد كده؟ الميديا تك ليه ملف حمايه خاص اسمه ان في رام، ده ملف خاص بالاي ام اي وبيحتوي على الاي ام اي. تمام. وفي الكيو سي ان دي خاصه بالكوالكوم ومعناها كوالكوم كليبريشن نتورك، او معايير شبكات كوالكوم، معايير شبكات كوالكوم، وده اللي بيتحكم في قوه وضعف الشبكات ال 2G وال 3G، بيتحكم في اغلب الاجهزه موجود، الاجهزه اللي طبعا بتحتوي على معالج كوالكوم. بس رجعني حته، رجعني حته، الاي اف اس ده ملف موجود في كل الموديلات؟
لا سامسونج معتبراه اساسي، وكوالكوم شاومي معتبراه اساسي، او كوالكوم عموما برضو من ضمن الملفات الاساسيه بتاعتها. تمام. وبقيه الموديلات بتسميه ايه الملف ده عندها؟ ما هنا بقى، هنا بقى الفكره، تمام سامسونج خدت ميديا تك مثلا بما انه ما فيهوش اي اف اس، انا هجيب لك احط لك احطك في الاي اف اس ازاي يا عم؟ هجيب لك ملفات الشبكه والحمايه بتاعتك، ان في رام وان في داتا وبروتكت 1 وبروتكت 2 وهكذا، واحطهم لك جوه نظام التشفير بتاع الملفات الاي اف اس برضه. انا هعمل لهم اي اف اس بس المكون بتاعه بقت عباره عن ملفات الميديا تك العاديه، يعني ملفات حمايه الميديا تك ما اتغيرتش، هي هي، ولكن بقى ليهم ابر، بقى ليهم حاجه متحكمه فيهم من فوق، الفولدر اللي بيحتويهم اسمه اي اف اس. بس سامسونج اللي شغاله بالنظام ده ومعتمد عليه في كل المعالجات، كل المعالجات. المعالجة. ولكن احنا هنا بنخصص بقى كمعالج، ما لناش دعوه بشركه كمعالج. طيب ها الكلام كان على الكيو سي ان والكوالكوم اللي قلنا اسمه كوالكوم كاليبريشن نتورك او معايره الشبكات. انا عايز هنا اقول لك معلومه بسيطه، المعايره الشبكات او الملف ده بتاع الكيو سي ان بيحتوي على الاي ام اي نمبر ما عدا، يعني ما عدا، ما عدا سامسونج. الملف ده ملوش اي اهميه في سامسونج غير ضعف وقوه الشبكه فقط، ولكن اي ام اي مش موجود فيه. ازاي؟ اقول لك هات كده جي 702، الجهاز ده بمعالج كوالكوم، اكتب له كيو سي ان او غير كيو سي ان، اكتب له كيو سي ان ثاني، الاي ام اي مش هيتغير، الاي ام اي مش هيتغير. بما انه ما اتغيرش الكيو سي ان ما بتحتويش على الاي ام اي. ليه بقى؟ هنعرف ليه كمان شويه. يبقى خلاص عرفت الكيو سي ان، تعالى بقى نروح للجزئيه الاخيره الاساسيه. المفروض ان في حاجه اسمها نظام الشهادات او التصريحات. مين اللي اخترعته؟ في 2014 2015 سامسونج نزلت نظام الشهادات اسمه سيرتيفيكيت او السيرت، اللي احنا مسمين اللي احنا معروف عندنا باسم سيرت، اختصارا سيرت. اختصاره سيرت، سيرتيفيكيت او الشهادات. ادت صلاحيه او شهاده للاي ام اي، من غيرها مفيش نتورك، مفيش سند، مفيش ارسال واستقبال على الجهاز. يبقى عندي ايمي والسيرت بايظ. الايمي موجود، السيرت ضارب. واللي بيضرب السيرتيفيكيت لما حضرتك تغير رقم المسلسل حتى لو جيت رجعته تاني مش هيظبط خلاص. بمجرد ما المعالج يشوف ان الرقم اتغير خلاص لازم تجيب له سيرتيفيكيت ثانيه من الشركه معتمده جديده. تمام؟ يعني السيرتيفيكيت دي، عشان كده بقول لك سامسونج غيرت المعادله شويتين. مش كيو سي ان في كوالكوم مثلا، مع ان عندها جهاز كوالكوم، مش هي اللي بتحتوي على الاي ام اي هنا خالص. سيرتيفيكيت. مين اللي خد منها الجزئيه دي في الاجهزه الحديثه بتاعته؟ هواوي مع المعالجات بتاعتها قالت لك برضو احنا عندنا سيرتيفيكيت، ريد سيرتيفيكيت ورايت سيرتيفيكيت. تمام. طب شاومي قالت لك لا، ما توجعش دماغنا بالسيرتيفيكيت والقرف اللي انت بتقوله ده، انا عندي كيو سي ان هفضل شغاله معاه، هزود حمايته شويه بس هفضل شغال معاه. يبقى هو شغال بنفس نظام المعالج، بنفس نظام المعالج، وعمل اديت بسيط عليه، انما هو ما غيرش بالكليه زي سامسونج. هو بس حط حاجه اسمها حمايه ار اس اي على الاي ام اي، الاي ام اي واحد رقم واحد، حمايه كده معينه حطها رقم واحد، بحيث انك لما تيجي تغيره وتكتبه الجهاز ما يفقد الشبكه او يقعد يعمل ريستارت زي العيب اللي بيجي في شاومي. ولكن برضه احنا مع الكيو سي ان ما اتغيرناش. طيب انا كده عرفت الكيو سي ان وعرفت السيرتيفيكيت وعرفت الاي اف اس. عندي بعد كده ايه؟ في مين معالجات تانية معانا؟ سبريد شغاله بنظام الان في برضو. ملفات سبريد راجع تاني، محمود تقي الدين قال لنا سبريد راجع تاني بقى لها فتره، بقى فتره كبيره، بس محمود اتكلم فيها لما فصصها، لما خلع المعالج والذاكره وخلع شال كل حاجه من البورده، وقعد مع البورده فاضيه، هو كده بيعجبه. لكن سوفت وير بس لا، يعني هو بيكلمني في الجهاز، طب انت ليه يا محمود عملت كده؟ يعني كان ممكن تعمله سوفت وير. قال لا انا عايز اخد الجهاز من اوله من تحت، من وهو بيقوم كده وهو فاضي، اعرف بيعمل ايه ويسحب ايه ويسحب ايه، يهد كله ويبني من اوله جديد. سامسونج بتحط الطابع بتاعها حتى مش معترفه باوضاع المعالجات كله تحت مظله وضع الدوله. تمام. ما هو ده نظام الشركه اللي انا بتكلم فيه، انك بتلتزم بنظام سامسونج هتفضل ملتزم بيه. تمام. طيب انا كده في قدرت افهم
ان في حاجه اسمها كيو سي ان، وفي حاجه اسمها اي اف اس، وحاجه اسمها ان في رام، وفي حاجه اسمها مين تاني ان في رام، وفي بعد كده تعال نخش لمصطلحات، مصطلح مهم قوي في الجزئيه دي، جزئيه الارسال والاستقبال، وهو المودم. وهو المودم، المودم ناس كتير بتخلط بينه وبين الاي ام اي، يعني هو ده اللي بيجيب شبكه او هو ده اللي ما بيجيبش شبكه. صح، هو مشارك ولكن بصفه تانية خالص غير الناس شايفاها. يعني ايه؟ يعني هو بيشارك بصفته معرف، بصفته معرف. معرف ليه؟ هو بيحتوي على بورتات، بيعرف جزء البيس باند، قطعه البيس باند، معالج البيس باند الخاص. البيس باند عشان برضه الناس عارفاه، ده معالج ساعات بيبقى مدمج مع المعالج الكبير مع السي بي يو، وساعات او اوقات بيبقى لوحده. تمام، هو مختص بالسند والريسيفت، كل ما هو ارسال واستقبال على المعالج بتاع البيس باند ده. بس على سبيل المثال، لو انا جبت لك كارت وحطيته لك في الكمبيوتر بتاع لان، بتاع الكمبيوتر بتاع الانترنت، وقلت لك خد حط ده في الكمبيوتر واشتغل، ما اشتغلش. ليه؟ جبت الدرايفرات ولقيت انه عايز درايفر معين، التعريف. التعريف بقى هنا في الموبايل للبيس باند ده هو ملف المودم، هو اللي بيعرف القطعه، هو اللي بيعرف رقمها. عشان كده لما بخش في الاعدادات تشوف مودم بيس باند، البيس باند مود او مودم فريم وير، بتلاقيه ليه رقم او تلاقيه انون، يا رقم يا انون. الانون دي يعني ايه؟ يعني غير معرف. يعني انت عايز ايه؟ انا عايز اتعرف عليه. سواء بقى الخلل سوفت وير، ملفات السوفت وير، وهنا المسؤول عنها اللي احنا بنقول عليه بقى المودم، ملفات المودم. او الخلل الهاردوير بسبب القطعه نفسها، بسبب الدايره نفسها، بسبب اي حاجه ثانيه، ايا كان العطل او الخلل، مالناش علاقه. ولكن هنا انا بتكلم على جزء المودم. يعني لما يجي لك جهاز نل نل او فاضي، سيريال فاضي، حضرتك ما تروحش جري تروح ماسح منطقه السيريال نمبر وكاتب سيريال نمبر جديد، انت كده بتبوظ مش بتصلح. لانك المفروض ليك قواعد واسس دي تعرفها بقى مع التدريب. تمام، انا كده وصلت لغايه الجزء الاخير خاص بالسيستم واليوزر داتا. وكنا عرفنا منهم يعني ايه يوزر داتا، عرفناها، وقلنا برضو يعني ايه سيت اب ويزرد الاعدادات الاوليه، وقلنا يعني ايه سيستم يو اي الخاصه بواجهه المستخدم. تمام، فانا بالنسبه لي هنا انا محتاج بس افهم ان في اوضاع للسوفت وير، وفي اسماء للاوضاع ديت، وفي اسماء للمصطلحات، اسماء للحمايات، وكل حمايه ليها اسمها وبتعني شيء او بتعني حاجه جوه السوفت وير. فانا بالتالي كنت بقول بس انت ازاي تعرف المصطلحات دي، وكل وضعيه تشوفها في الجهاز تبقى عارف اسمها وتعرف تتعامل معاها ازاي. لان في اوقات بيجي شاشه كده على الموبايل لا تعرف لها اصل من فصل، وتبقى اسمها كيرنل كراشد، ودي ناس برضو اللي شغاله في السوفت وير الممارسه تعرفها. اللي يعرفها كويس الكيرنل كراش دي او المودم كيرنل كراش، ساعات بيحصل بسبب خلل في ملفات السوفت وير، بسبب ملفات الكومبينيشن. طيب ايه هي بقى ملفات الكومبينيشن دي؟ دي ملفات مصنعيه منزوعه الحمايه، معلهاش حمايات، حمايه على السوفت وير. انا هنا بتكلم على حمايه السوفت وير، معلهاش حمايات. ليه؟ للتعديل والتطوير، للتعديل والتطوير. انا هسيبك تخلص خالص، وهناخد الاسئله بعد ما نخلص ان شاء الله، فانتظرونا. يعني ناخد اسئله يعني خلاص، انا قدامي 10 دقايق وناخد الاسئله ان شاء الله. طيب جزء الكومبينيشن ده كان بيساعدنا كتير في كتابه الاي ام اي وكتابه وتصليحه. لما يكون البيس باند انون ومش عارفين انهي اصدار اللي يظبطه، تدي له كومبينيشن يبدا يظبط معاك، تتاكد ان المكان سليم، ان القطعه سليمه، يبقى كان شغلنا كله سوفت وير. وكان بيعمل حاجات كتير قوي كنا بنستخدمه في حاجات في اجهزه كتير. ولكن بدات سامسونج تنتبه للجزئيه دي، وبدات تقفل او تحط حمايه اسمها توكن على تفليش الكومبينيشن، فبقى يقف او بقى يقبل تفليش. طيب البديل او الجزء الثاني في الكومبينيشن ده اللي زيه اسمه انجينيرنج فروم وير، ودي ملفات خاصه بشاومي، وهي ملفات برضه مصنعيه ما فيهاش حمايه او منزوعه الحمايه، وتقدر تعدل عليها وتكتب سيريال نمبر، وتقدر تتاكد من حمايات معينه او تفتح حمايات معينه ان مفيش حمايه عليها او حمايتها ضعيفه، اضعف حاجه في الحمايه. تمام،
تعالى الأخيرة هواوي عملت زيهم كده، بس حاجة اسمها بورد. هو الفكرة كلها في الأول وفي الآخر، أنا لو عايز عندي جهاز أو عندي عربية أنا مصلحها، هل أول ما أحط في العربية أحط الموتور النهائي وأحط الفرش النهائي، ولا أنا بظبط الأول أماكن على حاجات زي كوريكيات كده، حاجات أنا بحطها كشكل عشان اعرف اظبط المكان ده هياخد قد ايه، هياخد مساحه قد ايه، والموتور ده هيشتغل كويس ولا لا، اطور عليه وبتطور عليه لغايه اما اشوف الواجهه النهائيه. نفس الكلام الروم بتاعت البناء، البناء اللي ببني عليها السوفت وير هي اسمها روم الكومبيتيشن او الانجينيرنج فروم وير او البورد فروم وير. حتى لما حضرتك تشوف كده هتلاقي فاضيه، ما فيهاش تطبيقات، ما فيهاش اي حاجه، هي فيها الاعدادات الاوليه او مش الاعدادات السيتنج او المودم او الواي فاي، يعرفك الحاجات الاساسيه اللي ملمه بالسوفت وير كاساسيات فقط، كاساسيات فقط، ولكن كتطبيقات وكتطبيقات مستخدم، كواجهه مستخدم، كسمزات، كشكل، ككيبورد، كاي حاجه. الكيبورد طبعا الكيبورد بالشكل النهائي بتاعه، كلها حاجات بدائيه. تمام، يبقى كده عرفنا خلاص الكومبينيشن، وعرفنا السوفت وير او الانجينيرنج فروم وير، وعرفنا البورد فروم وير او البورد الخاص بهو. تمام كده اخر جزئيه وهي الستوك بقى، الفروم وير نفسه. يعني ايه فروم وير؟ يعني ايه سوفت وير؟ يعني اربع ملفات؟ يعني ملف واحد؟ القصه دي في سامسونج الملف الواحد بيعني ملف الابديت غير ماسح للبيانات. الفلاشه الاربع ملفات دي فلاشه زيها زي الابديت برضو ولكن ماسحه للبيانات. تمام، وفي بعد كده السوفت وير بقى الرسمي لكل شركه بتبقى تحط السوفت وير بتاعها، وفي فرق ما بين السوفت وير الرسمي وفين السوفت وير المسحوب من جهاز، ودي بعدين بقى تعرفها ان شاء الله لما تبدا عمليه السوفت وير نفسه. نبدا بقى ناخد، ممكن ناخد الاسئله. يعني احسنت باشمهندس، تسلم على الترتيب الممتاز. ان انا في النص كده يعني بوظت لك ترتيبك، سامحني. كان عندنا سؤال في الاول، انا يا ريت اللي عنده اسئله يكتبها تاني، كان بيتكلم عن تقريبا موديل في الاي، بيتكلم عن حاجة معينة بس أنا ناسي السؤال. هستأذن الناس اللي عايزة أسئلة، أنا بدور عليه أهو. ميت إيه 15 ما بيدخلش 100 أمون، ده حاجة من الاتنين، يا إما التول اللي أنت بتدخل بيها 100 أمون يا إما الدرايفرات. لكن إيه 15 ما عندناش مشكلة فيه، إن هو بيخش لو ميتر بيخش طبيعي. فممكن تبقى عيب من الدرايفرات أو عيب من الأداة اللي أنت شغال. طيب بيقول لك ممكن تشبك على اجهزه توارد الخارج، وكيف تتم العمليه؟ بمعنى ازاي الجهاز بيعرف انه خارج نطاق صلاحيته في الاي اف اس، الاجهزه القديمه والحديثه؟ بما ان الكلام على اي اف اس، يعني على الاي اف اس، بما ان الكلام على اي اف اس. قفل الشبكه ده عباره عن حاجه بسيطه قوي. انا فودافون مثلا، او بلاش فودافون عشان فودافون ده بيتضرب دلوقتي، نشوف حاجه ثانيه. اي شركه بتاخد خط انتاج او جزء من انتاج، بتقول له انا عايز الاجهزه دي تشتغل على شرايحي انا بس. تمام، زي ما قلت لك كده وشرحت لك ان سامسونج او غيرها بتحط قفل بوت لودر، برضه حطت قفل، لكن هنا فين القفل ده؟ فين القفل ده؟ انا ممكن اسيبه كسؤال وممكن اقول لك عليه. القفل ده موجود فين؟ موجود في المودم، موجود او مفتاحه بيبقى عند المودم. هتقول لي ازاي يعني؟ ما انت قلت المودم تعريف، صح؟ هو تعريف مسؤول عن ارسال واستقبال، ولكن جزء التشفير دايما بيبقى من المودم. عايز تقول، عايز اكبر دليل للجزئيه دي، لما تيجي تعمل انلوك لشغل جهاز معين حمايته عليه، بيقول لك البوكس، بيقول لك لو مش مدعوم عليه مودم نوت سبورتد، مودم نوت سبورتد، بليز داونجريد، من فضلك انزل لي بحمايه الاصدار بتاع المودم عشان اقدر اتعامل معاه. هو بيتعامل مع مين؟ بيتعامل مع المودم. تمام، فجزء التشفير موجود طبعا. الاي اف اس، ان الاي اف اس هو قلنا نظام تشفير الملفات، مش ملف واحد يعني، هو نظام تشفير الملفات كامل، سيرتيفيكيت مودم، ملفات الشبكه الاساسيه اللي هي البناء بتاعها، سواء على حسب نوع المعالج يعني. فبالتالي حضرتك منظومه كامله تشتغل وبتحمي بعضها، وبناء على انت لازم انك تشتغل عن طريق اسأمن طريقه فك التشفير هو الاكواد.
في مفتاح لكل لوك، لكل قفل مفتاح، روح هات المفتاح افتح، انت كده دي امن طريق. اعمل نفس التعريفات، لا اعمل ابديت بس للدرايفر، في ابديت اوبو اسمه اوبو ام تي كي اخر اصدار، احدث اصدار للدرايفرات هو منزلها، اعمل سيت اب ليه وان شاء الله يظبط معاك. ماشي، هو ده مش مبتدئين خالص سيستم ديسترويد ده، بس حاضر. الفكره كلها في سيستم ديسترويد بسبب البوت لودر. يعني احنا لسه قايلين البوت لودر بيسمح بمرور السوفت وير الرسمي ولا يسمح بمرور السوفت وير المعدل. لما تيجي تفتح البوت لودر وتحط سوفت وير متعدل، الجهاز هيجيب لك سيستم ديسترويد. متعدل دي مش شرط على فكره تعديل انك حطيت تطبيقات خارجيه او فرص، تعدل ده حتى لو من توجيه مختلف. يعني هو جهاز تشاينا وانت حطيت له جلوبال، او جلوبال وحطيت تشاينا، والبوت لودر مقفول هيفتح سيستم ديسترويد، لازم تفتح البوت لودر. طب لو انا فتحت البوت لودر وحطيت له سيستم او نظام جلوبال مثلا وهو تشاينا، لو جيت قفلت البوت لودر تاني او اتقفل منك لاي سبب، هي برضه هيجيب لك سيستم ديسترويد. دي من ضمن الاسباب طبعا، سيستم ديسترويد ليه اسباب كتير. في فيديوهات موجوده، انت عايز تتكلم كتاب ايه يعني؟ عايز بي دي اف؟ يعني البي دي افات دي بتاخدها في التدريب، يعني في حاجات زيها ممكن تاخد حاجات قريبه ليها في التدريب، ولكن الفيديوهات موجوده على قناتنا على اليوتيوب تقدر تشوفها، وكتب مجهزه كده. لا ما مش حلقات، حلقات متسجله هي قدامك، تقدر تراجع الكلام كلمه كلمه لو انت عايز. يعني حد عنده مشكله في الدرايفات يقدر يتواصل معايا ونحلها. انا مش عارف مين اللي داخل، بس يعني حد عايز يساعد يعني. هو حد هتلاقيه من رجالة الاونلاين بصراحه، هم بيحلوا المشكله، المشاكل دي كتير، بيعملوا مشاكل كتير. ممكن يبقى شوقي طاير كمان يعني، متوقع يعني، بس خلينا نشوف. لا ده امجد العرابي. تسلم يا امجد، ربنا يبارك لك يا رب. هو اي حد عنده مشكله عامه على الجروب موجود، بيقدر يعمل بوست بيها والناس بتساعد يعني، عامه ده موجود. بالنسبه للتعريفات، او لو حد عنده مشكله في التعريفات فيقدر يتفرج معانا على الحلقه الاولى تقريبا، هيبقى موجود فيها كل حاجه، هيقدر يشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو في ابديت برضو يا مكرم للدرايف، موضوع الدرايفرات ده في ابديت ليه. يعني مثلا حصلت مشكله مع ناس في الام تي بي بسبب درايفرات مثلا الكاميرا، كانت حلها انك تجيب تعريف الام تي بي تاني وتعرفه، او تعرفه يده وبايدك وتحل المشكله. فانت ما تفتكرش انك مش هتواجه مشاكل، اكيد هتواجه مشاكل، وما انت هتحلها ازاي؟ هتتعلم ازاي؟ تايجر معانا طبعا. انا مش عايز اضغط دلوقتي في اللايف ده عشان خاطر محمد عارف، لا اي حد عنده اسئله يقدر يسال، ولكن احنا بنفكركم ان احنا ان شاء الله باذن الله هنفتح، يعني هنعمل لايف باذن الله عشان نحاول نساعد محمد الله يرحمه، اهل محمد يعني. فان شاء الله باذن الله بس نجمع كل المعلومات عن الحاله. محمد يعني معرفها، يمكن كان شغال في مكان جنبي من فتره كبيره، تقريبا من اكتر من 15 او 20 سنه تقريبا كان شغال جنبي في مكان، وهو يعني حد في حاله، وما قابلتوش تقريبا من 15 سنه، يمكن قابلته مره من 15 سنه كده ولا حاجه، وما قابلتوش تاني، ربنا يرحمه ويغفر له. بيقول لك بالنسبه لتشخيص الاعطال هل ستشرح في هذه الدوره؟ لا، بص، هي دي تدريبه او سوفت وير، او تدريبه سوفت وير موجوده للمبتدئين، واحنا يمكن في الاول ونوهنا، ولكن هي سلسله دعائيه موجوده عشان تشوف شرح مهندس حسام هل هو مناسب بالنسبه لك، وهل انت عارف ان انت تستوعب منه الكلام اللي هو بيقوله كجزء مبدئي. فانت عايز تاخد معاه تدريب، اهلا وسهلا. مش عايز تاخد معاه تدريب، فطبعا المعلومات موجوده على الانترنت، سواء كانت باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه، تقدر تتعب وتشتغل عليها وتلمها، ولكن هي تدريب بتوفر لك وقت، بدل ما انا اقعد الم معلومات في سنه ونص، انا باخدها في اسبوع، فبيبقى الموضوع بالنسبه لي عندي كمان دعم فتره مقبوله، فبقدر ان انا اللي تعب حسام وتعب فيه عشان يعمله في سنين، انت بتقدر تلمه في وقت قليل. انا محتاج نسخه ويندوز تكون كويسه في التعريفات والبوكسات. باشمهندس محمد مكاوي موجوده على يوتيوب في الديسكريبشن بتاع فيديو المبتدئين، اول حلقه هتلاقيه موجود فيه اللينكات كلها. باشمهندس احمد عظيمه بيقول لك ببساطه جهاز اتفلش سامسونج او انفينكس فقط سيريال، نحلها ازاي ببساطه؟ لا مفيش ببساطه، على حسب الجهاز، كل جهاز وليه طريقه. يعني انفينكس ماشي، ممكن اقول لك ان ورايه الميتا تقدر تكتب السيريال، ولكن كتابه السيريال دي معتمده برضو البيس باند سليم ولا لا.
ما ينفعش تقول لي اي ام اي فوق الجهاز التالي في اي ام اي من غير ما تشوف حاله البيزمنت. طيب بيقول لك اصلاح الايمي على البوكسات الداعمه او تفليش ملف، ده احمد حمدي اللي بيتكلم على غيرها اصلاح. هي الناس بتحاول تدعم الامر يعني، ففي ناس بترد على طول يعني. احمد طبعا من الشخصيات المحترمه. ممكن توضيح بسيط عن معالج سبريد والمنشق من نفس شركه الايه؟ بصوا يا جماعه، اللي اتعمل من شركه اليونيسيك، وهل اليونيسيك هنستعمل او واجهه معالج السبريد مع الاثنين او لا؟ واجهه السبريد بنفس النظام، اليونيسيك ده برضه طالع من سبريد بنفس الشغل بنفس الطريقه، ولكن استخدم يعني ريلمي طلبت حمايه الار دي ام بي، فالار دي ام بي دي عقدت لي مشكله بس في حاجه واحده، ان هو ما بيقبلش كتاب السيريال خارجي او سيريال بطريقه النظام اللي احنا بنكتبها، عايز ملفه الاصلي بس. فبالتالي اي جهاز يخش لك سبريد من الاجهزه الحديثه العاليه رينيا او غيرها، هتبدا تسحب بس مركب من ملفات الان دي، بعد كده تشتغل مفيش مشكله. الجهاز لما تيجي ترجع له الباك اب، في نقطه بس عشان اوضحها للناس، لما تيجي ترجع الباك اب لو السيريال ضرب وبقى صفار، لما تيجي ترجع الباك اب بتاع الجهاز برضه هتلاقي السيريال صفار. ما نحلها ازاي؟ بعد ما ترجع الباك اب لازم تعمل سوفت وير تاني، ولكن مع التعليم على خانه ابديت ان دي اثناء التفليش. ابديت ان دي من السي ام 2 او غيره، ابديت ان دي اثناء التفليش، عشان يعمل ابديت لمنظمه ان دي بالملف الجديد اللي انت كتبته، اللي انت كتبته قبلها وفي لسه هو زي ما هو صفار. وبعد ما تخلص السوفت وير هتلاقي السيريال بقى سليم. أسباب رسالة جوجل كي نوك تي نوك. جوجل كي جوجل كي نوك، وفي حاجة اللي هي ممكن يكون قصده توقفات جوجل دي. جوجل طب جوجل يا ريت توضح السؤال بتاعك. بيقول لك هل توصلنا الى فك رمز بدون حذف البيانات العميق في الاجهزه الحديثه من سامسونج؟ توصلنا ليه، بس العمليه معقده وغاليه جدا، فمعلش هي مش تبقى متاحه لجميع الناس. العمليه بتعدل تقريبا ال $5,000 الادوات بتاعتها، فاكيد هتبقى غاليه قوي قوي قوي، ودي بتبقى مقسمه للناس بتبقى مع بعض وعلى حسب هذا مقدره ماليه عاليه عشان تعرف تشتغلها. احمد ربيع بيقول لك افضل تعريفات مستقره ليو اف اي، ولكن للاسف البوكس مش عند كل الناس. لا عندي بوكس يو اف اي الايفون بيقول لك ايه 11 نعمل كرنل علي اي او اس 14 لو بيعمل كرنل كراش او بوتنج كراش مش تنفع تعمل له حاجه خلاص. لو ما لو عليه 4 لو من 14 لغايه 14 و4 تقريبا. حبيبي يا محمود تعالى يلا، امبارح انا جيت معاك تطلع معايا ما تستقبلش، خليه يقول لك لا بس 14 من 14 لغايه 14 و4 تقريبا او لا 14 و3 مش فاكر. بيعمل بتقدر تعمل له جيت بريك بطريقه التسجيل على المينا يو اس بي باتشر، والجهاز بيسجل معاك وتشتغل وتاخد الكي بتاع اليو اس بي وترجع تعمل جيت بريك تاني، الجهاز بيقبل الجيت بريك وتقدر تكمل العمليه زي ما انت عايز. لكن من بعد 14 و4 وانت طالع العمليه بقت معقده جدا، انه بيجيب بوت كيرنر او بوت من كراش ما تقدرش تعمل فيه حاجه. طيب عبد الله حافظ بيقول لك انا مش عاوز حاجه غير ان اقول للباشمهندس حسام انا دايما تعبك معايا وشكرا على كل جهاز، انا حليت مشكله كنت حضرتك اولا. حبيبي عبد الله انت من الناس العزيزه عليا. يو اف اي عن طريق لا طبعا مفيش بوكسات دعم، عشان نقفل الباب خالص، سامسونج الحديث مفيش بوكسات من العاديه اللي في السوق دعم فك رمز من اول 9 خالص تماما. في عمليه تشفير تلقائي بتحصل من المعالج مفيش، هيوقف. اسامه اوسه اللي وحشنا حبيبي يا اوسه، وحشني والله، وحشني يا اوسه والله، بيتك هو كتير جنبي في مصر وما بشوفوش، هو مدخل شغل كتير ومعاه ايسات كتير وفلوس كتيره وشغل عارف ان هو مشغول. يا لهوي عليك. لا ما انا اتكلم يعني اقول يعني ده جاب كل ايسات السوق يا عم انت، انا شايف ان الموقع مش مفيش مكان يحط فيه اصلا. ده كاتب على ورقه وحطه جنبه. طبعا اسامه اوسا يعني موقع موبايل اي سي، اي حد عايز ايسات بضماني انا شخصيا وبضمان حسام. وانت مش انت كنت فرع ليه؟ كنت ايه؟ ايوه ما انا فرع ليه يا عم. اصبر طيب. بقى سيبني ابيع البيعه بقى يا عم، سيبني ابيع البيعه. ايوه انت بتدخل تبوظ كل حاجه، انت كاتب في ورقه انت كمان اهو يا محمود. محمود بيحاول يدخل، ممكن محمود انت عندك مشاكل.
بيقول لك ممكن شرح نقطة الجديدة. فقدان ملفات الشبكة ودور المعالج في قبول صلاحيات الملفات الجديدة. ده عايز موضوع حل ملفات بقى الشبكة أصلا. ده يعني ده حوار كبير قوي، ان هو متفرع لكذا حاجة. يعني في بروسيسورات كتير او اجهزة كتير ينفع، واجهزة برضو من الحديث ما بقاش ينفع تكتب لها سيريال زي اوبو لغاية دلوقتي. يعني ممكن بعدين يتحط كمل عد فلوس كمل اوسع. حد فلوس او ما يعني تايجر عارف الموضوع عشان تدعم ندعم عملاء اللي حضرتك منهم. ايوه ما انا من عملاء ايه يا عم انت؟ انا من وكلاء. ايوه انا من وكلام وكلاء. بيقول لك هل ممكن استعاده البيانات بعد فورمات جهازي 30؟ اتكلمنا اعتقد في الموضوع ده. لا، استعادة البيانات دي عن طريق تطبيقات غير مجانية من على المتجر، وبتحاول بيها بقى، لكن دي ملوش علاقة بالسوفت وير خالص. ده حد بيقول لك البوكس جاي وحاجه قرفك. ده مين ده؟ عبد الله حافظ بيقول لك في اعلى الشاشه بالخط الاحمر ولا تختفي رساله تظهر في اجهزه الام تي كي في جوجل اعلى الشاشه باللون الاحمر ولا تختفي بعد حتى بعد التفليش. ولا تختفي حتى بعد ده جوجل. بيكلمك على الرساله بتاعت جوجل كي نوك تي نوك دي بتيجي في اجهزه ام تي كي بالخط الأحمر وما بتختفيش حتى بعد التفتيش. لا ما شفتهاش، ما صدفتهاش دي خالص. جوجل كينو كينو ماشي. بيقول لك تعريب أوبو يا هندسة ده كده احترافي، أنت كده بتتكلم حتى مش مستوى متوسط. طيب ممكن يعني تتواصل مع باشمهندس حسام على الخاص يقول لك إزاي تفلشه لو هو ليه طريقة يعني. لا لا، السلام يعني عليكم. ما تحاولش فيه. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حبيبي كيفك، شو أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين، في نعمة. حبيبي يا حودة، بقول لك ايه يا محمود، يا حبيبي كنت هاخد صورة من سكرين شوت من الديسكتوب بتاعك ووري الناس البرنامج شكله ايه، عشان انت كنت سايب البرنامج بعد الديسكتوب امبارح. جي سي مان بريك، إيه ما فتحناه نحن الواجهة امبارح. جي سي مان بريك أنت ما ما شفتوش كنت؟ والله، ما كمل. لا ما كنتش موجود، كنت عامل تدريب بس. لا لا احنا استنيناه يمشي وبعد كده دخلنا يا محمود. والله راح عليك كتير امبارح. يلا من عادك. لا ام تي اي، انت بتتكلم على ام تي بس اف هو اللي هو الاداه المفضل؟ ام اس بي. ايوه لا 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 لا، انا بتكلم على جي سي مان بريك، انت البرنامج بتاعك انت بعده اللي انت بكره. عامله ايوه كان محطوط على الديسك توب امبارح. لما انا شفت صح اللاي صح الديسك مظبوط. توب بتاعك فتحناه كان باخر لقيت، اللايف، فتحنا الواجهة. لا ما شفته صدق والله، ما كملتش اخر حته في اللايف دي. لا اخر شيء باللايف فتحنا الواجهه الجديده. ان شاء الله اسبوع لا لا، حتنطرح باذن الله تعالى. انا اخدها واجربها وبعد كده نشوف. ما ينفعش ان كده. شاء الله. ما هي انا بعثت لك اياها اول واحد. بس ما نصبتها شكلك. لا ما شفتهاش والله، ما شفتها. والله اه يمكن والله مالك. بعثت لك اياها ميجا. يلا برجع بعث لك اياها. ان شاء الله، ربنا معلش ان شاء الله حسام انا يهديك يا هستأذنك، بس حبيبي. ان انا يعني براحتك. هشير سكرين. معلش يا باشمهندس محمود سامحني، عايز اقول حاجة. كده باين عندكم الصورة دي؟ اه ده صديقنا اللي توفاه الله محمد عارف، لا هو ده الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله باذن الله. بنثق في اخواتنا يعني ان شاء الله باذن الله ان هم يساعدوا معانا في ان احنا نسند مع اهله اهو. الله يرحمه ويسامحه. سامحونا يعني ان انا بحاول افكركم، بس يعني هو يعني نبقى الدنيا ونحاول نعمل حاجه للاخره. بيقول لك من خلال هل ممكن اعرف اي افاده في الار بي ام بي من خلال اليو اس بي؟ اتفضل يا يا باشمهندس محمود، محمود. محمود اتكلم امبارح كتير قوي عن الموضوع ده. تقدر تتابع اللايف بتاع باشمهندس محمود، هو موجود على اليوتيوب على قناتنا على ده اليوتيوب بقى، وتشوف. ده بقى اصلا ايه يا عم ده؟ ايه يا محمد؟ اصلا ده محمد ماشي. لما بتعمل داون جريد بيكتب اخطاء في البارتيشن ولازم ترجع له نفس الفلاشه اي 20 اس. ليه الاي 20 اس ده؟ بص اسامه اوسه. بص يا اسامه، هو اسامه بص يا اوسه اسامه، شغال ايه؟ شغال كل حاجه.
رجل أعمال. بص، احيانا الاخطاء دي تتحل بانك تفلش بالاودن، تمام، وتعلم على ناند اريز وريبارتيشن بس باختيار ملف البيت، والاخطاء دي ان شاء الله بتختفي لو فيها، لو الفلاشه مظبوطه. ان شاء الله. بيقول لك ايه 30 اس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن مشكله في السوفت وير ايه 30 اس. طب ما تقول المشكله ماشي من غير ما تستاذن يا عم. ابعت الرابط يا حسام، ده عايز الرابط بتاع البرنامج ابعت بتاع لك محمود. الرابط، اعرف يا محمود مين اعدائك اهو. بص ابعت لك الرابط. لا ده هو ابعت لي الرابط، ده احمد بيقول ابعت لك الرابط. احمد ربيع من اساسيين يعني، مش مهندس احمد لا ربيع. ما انا عارف احمد ربيع طبعا، اصله من الصعيد وهو ما عندوش انترنت فما بيش هيعرف يودي حاجه لحد، فهو عادي يعني. انت ممكن تديله اي حاجه مش هيحصل لها حاجه، هتفضل عنده عادي لان هو ما عندوش الانترنت لسه ما دخلش هناك. بيقول لك بالنسبه للمبتدئين في مجال السوفت وير مثلي، يا عم ده انت محترف وسيد المحترفين، ممكن تحديد النقاط التي يجب ان اعرفها واتقنها قبل الدخول او المشاركه في دوره الممارسين؟ روح اتفرج على الفيديوهات بتاعه دورات المبتدئين اللي موجوده على اكاديميه او اي نيد اكاديمي على قناتنا، محاضرتين على اللي فاتوا. الحلقتين اللي فاتوا ودي الحلقه الثالثه، وتابع معانا الحلقات الجايه كل يوم اربع الساعه 11 على مساء. فكرة في إلي محاضرات على اي نيد، شيء اسمه تطور الحمايات، اللي بيشوفها يعني كأنه تعلم نص السوفت وير. ايوه صح في صح محاضرة كثير قوية اسمها تطور الحمايات، اللي اللي اكتب بيتابعها جنبها، اكتب بيكمل جنبها مجال. للمبتدئين يا محمود عشان يعرفوا، نعم اكتب جنبها للمبتدئين عشان يعرفوا. اكتب له عليها، اكتب له عليها. والله بيقول لك هي من الصفر كانت يعني فعلا هي عشان نفتح عن حاجه الحمايات. جنبها للمبتدئين. بيقول لك ابو اسلم منفروتي بيقول لك على اسامه شغال جوكر. ما اسامه، لا اسامه رجل اعمال، احنا هنسميه بعد لو كده عملت رجل. اريز هيمسح حاجه من ايه في فيس يعني؟ لا لا خالص خالص، اريز ناندي اريز او ريبارتيشن ما بيجيش جنب لا سرق لا ايه فيس ولا سرق. تمام في سؤال بدي جاوب عليه من عندي انا، كثير اتفضل. ناس بتسألني، او تعال نطرح سؤال للمشاركين معنا، انه شو طبيعي. السبب انه ايوه الجهاز بيكون A30 اس بيكون اندرويد 9، من رجعه لاندرويد 8 بيروح الاف ار بي. طيب يلا يا جماعه، سؤال كثير بينسأل معاكم دلوقتي، وكثير معاكم كثير ثلاث. انا بس ما عندي وقت ترد عليه، انه لا ما الناس فيش حاجه بتقول اسمها لي كده، لا استنى، معاكم 3 دقايق من دلوقتي تردوا على السؤال بتاع باشمهندس محمود تقي انه الدين، شو السؤال مره الفكره ثانيه. انه الجهاز بيكون اندرويد 8 بيتحدث لل9، بترجع من 9 ل8 بيروح الاف ار بي، لا ومن 10 ل 9 يا اخو، او من ال10 ل9، او من ليه اي بتعمل من اي تغيير بي الداون ايش جريد؟ صار الداون جريد 8. عموما. طيب يلا مستنيين منكم. مالهم الصعايده واحمد ربيع ده بلدياتي يا حاج مكرم. لا يا عم بص يا محمد عبد الوهاب، انا عارف يعني احمد يمكن اتكلم معايا في الموضوع ده، انا مش عايز اقول لكم مفاجاه ان احمد ما عندوش فعلا انترنت. احمد بيتواصل معانا عن طريق خط التليفون الارضي العادي خالص من غير انترنت يعني، يعني هو بيطلب رقم كده بيبقى موجود معانا. فانت حاجه تانية يا عم محمد عبد الوهاب، انا عارف انت شاحن باقه وظابط حالك يعني. بيقول لك ايه 30 اس ليه مشكله تتعلق بسوفت وير؟ ايوه فين المشكله؟ طيب بيقول لك اعتقد عشان اختلاف بارتيشن الاف ار بي. اسامه رد، اسامه رد، الرجل الاعمال اسامه موسى بيرد على سؤالك يا باشمهندس محمود. بيقول لك هل ده معناه عشان اختلاف البارتيشن بتاع الاف ار بي اتغير مكانه يعني فعشان كده بيتمسح؟ لا هو الاف ار بي هو اف ار بي. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. في حد بيقول لك جهاز اي دي ال فورمات، اوصل الجهاز بيدي شاشة زرقاء، هو عايز يعمل له اي دي ال فورمات فبيدي شاشة زرقاء. مش فاهم السؤال. اهو ده الرقم اللي بيتصل عليه احمد ربيع عشان يدخل الانترنت، 037 5000. نرجع نعيد السؤال، انه يلا عيد ليش تاني. انه بيجينا اجهزه A30 اس نعمل له داون جريد من اندرويد مثلا 10 او 9 لاندرويد اقل منه يروح الاف ار بي تلقائيا؟ بيروح الاف ار بي تلقائي يعني، خلص لما تعمل داون جريد بيروح الاف ار بي. اعمل لها فلتر ببرنامج، ده حد بيرد على حد يعني. ماشي يا عمي سلامي استاذي حسام الدين مشتاقين، ربنا يبارك في عمرك. مشكله في تحديث النسخه. ده بيردوا على الشاشه الزرقاء، اللي بيدي شاشه زرقاء ويطفي.
طيب بيقول لك دي مشكله. اسامه الرجل الاعمال اسامه اوسا بيقول لك دي مشكله في تعريفات الويندوز هي اللي عامله معاك المشكله دي. هو بيقول لك ان لما بيجي يوصله بيعمل مشكله على الويندوز تقريبا. طيب بيقول لك انا مبتدئ، بيقول لك ازاي اغير ملف الاف ار بي المغلق باف ار بي مفتوح. ما طيب يعني خلينا نعمل لهم، طبعا بعد إذن أستاذ حسام الدين، نعمل لهم درس صغير على الحمايات. يلا تفضل براحتك. حبيبي، أول شيء يا شباب، عندكم هنبدأ بالتواريخ، يعني طبعا كثير أنا متكلم فيها التواريخ. عنا من عام 2000، حاكون دقيق بالتواريخ، عام 2013 كان عندنا نظام الأربعة اتنين اتنين تقريبا، نزل عنا أربعة اتنين اتنين. فمن هذا النظام تسكر شيء اسمه جي تاج. من بعد الأربعة اتنين اتنين فما فوق صار عنا حمايات جديدة، اللي هي حماية القفل والمفتاح، اللي نحن بنسميها أنتي داونجريد ميثود، أو بيسموها انتي لوك سي بي يو، يعني قفل المفتاح. بعد هاي المرحلة الزمنية اللي تمت، طبعا هاي تمت عن طريق تحديثات او تي اي وصلت للاجهزة. اول جهاز طبق عليه هذا الشيء، يعني جهاز 9082 905 بي اس 2 بلس. طبعا كان هنيك المعالجات السائدة بهداك الوقت هي برودكوم، ما كان في لسه اكزينوس هذا بشكل واضح وصريح، كان معظم المعالجات برودكوم فئات متوسطه. الاكزينوس كان محصور بالاس 3 بالنوت 2 بالان 8000 بالاجهزه الثقيله، يعني فينا نقول عموما كان من زمان هيك الاجهزه. بعدين انتهت فتره هدول الاجهزه ونزلت بقى عندنا معالجات الكوالكوم القويه، بقى حنحكي اس 4 ميني، والمعالجات اللي نزلت باندرويد 4.4.2. بعد ما نزلت معالجات الكوالكوم الحديثه اللي حملت نظام تشغيل 4.4.2، فعلا عملت ثوره بنقله نوعيه بالاجهزه، والاكزينوس تهمش شوي بمعالجات الكوالكوم. بعد هذا الصراع كله نزلت بقى عنا بعام 2015 المعالجات السبريد بقى، ونزلت معها حمايات الاندرويد 5. وفعلا كان اول جهاز انا بشهده ينحط عليه حساب جوجل هو جي 531 اف او اتش، بعد ما اجى تحديث هوائي كان ما في اف ار بي. وبعدين جوجل راحت طلعت شيء بال 2015 وقالت انه لازم تقفل جهازك بحساب جوجل، واذا نسيت الحساب استنى 72 ساعه ورجع حطه بيفتح. كان هيك من زمان، ومن وقتها بلشت بقى سلسلة الحمايات، من وقت ما شركة سامسونج طرحت حماية الـ FRB اللي هي طلبت منها شركة جوجل تحطها. طبعا سامسونج كان عندها حماية هي خاصة فيها اسمها سامسونج أكاونت، من قبل ما جوجل تطرح حماياتها كان سامسونج أكاونت موجود، وأكثر شيء على أجهزة النوت 4 الفرايزون والسبرنت، يعني الأجهزة اللي تقيلة. قبل ما سامسونج تطلق حمايات، قبل ما جوجل تطلق حماياتها الخاصه. فمن عام 2015 بدأ شيء اسمه حمايات الاندرويد 5، تم حمايته بنظام الاف ار بي. وبتعرف كان في طرق لتخطي الاف ار بي، كنا نعطي فلاشه مثلا الاس بي ال تبعها قديم، اس بي ال سبريد سبريد، لا كان اس بوت يا محمود، كان في الجي 531 كنا بنديله اس بوت، فايل اس بوت فايل الاقلاع فقط قديم، ونعمل له ريسيت اف ار بي دايركت. هلا انا اللي بعرفه انه جي 531 فيه ملفين، واحد اس بي ال هو سبريد بوت لودر، يعني كنا نعطيه نادي بتذكره بغض النظر عن الاسم احتمال يكون في التباس. نرجع لاصدار قديم ما فيه اف ار بي فيمشي الحال. طيب تمام، لهون امور بالسليم. طبعا شو هي حمايه الاف ار بي؟ فاكتوري ريسيت بروتكشن، يعني هي عباره عن حمايه بتخلي اي ملف كاستم. شو معنى كاستم؟
رح نحكي كوستم يعني معدل. يعني بالاندرويد 5 نزلت شركه سامسونج حمايه قفل على البارتيشنات، يعني انت وقت تاخذ حمايه اف ار بي حيتحدث عندك البوت لودر، فوقت يتحدث البوت لودر بصير عندك اقفال على البارتيشنات بمصفوفه معينه، وحنحكي هش معين. هذا الهش هو عباره عن رقم بده يطابق الرقم اللي موجود بالبوت لودر، يعني كل بارتيشن له مصفوفه وحنحكي رقم معين، هذا الرقم لازم يطابق الرقم الاساسي اللي موجود بملف البوت لودر. اي رقم ما بيطابقه فهو يعتبر رقم معدل، وبهي الطريقه الاف ار بي بيقول لك وقف عندك كاستم بلوك باي اف ار بي وبكبك برا العمليه. وفي اجهزه كان من زمان تعلق مثلث ايمرجنسي مود تعمل ريد بيت تقلع، لانه هي بتحس حالها انه لازم تدخل وضع ايمرجنسي مود، بالحمايه الحديثه لغوا انه يدخل ايمرجنسي مود وبكفي اقلاع على اساس بينرفض التحميل تبعه. طبعا انا اعمل كلمه ريد بيت هو عباره عن ملف الاودين بيعمل ريد باك للبي اي تي يعني خريطه الجهاز، فعلى اساسه هو بس انه اخذ عمليه تفليش فبيعمل ريبوت، يعني كانه بوت لودر عم تقول له فاست بوت ريبوت بس بدون اوامر، وبتحكي معه اودين مود او كوماندز عن طريق الكوم. طبعا هي بتكون معظمها يعني تيرمينال كوماند، يعني هي كومن انه كوم بيكون مودم كوماند بيسموها. طبعا في اداه كان تعمل هذا الشيء بدون الزد 3 اكس كان اسمها هلا بتذكر لك اسمه، كان في اداه بتعمل هذا الشيء. طيب بعد ما هي نحن ما استغربنا لهون، بعدين فجاه لقينا الحمايات تغيرت، وكزينوس جهاز الجي 7 كمان 2017 بيوم وليله نمنا فقنا لقينا جاي جهاز تحديث هوائي وصار عليه اف ار بي. بهي المرحله انا كثير استفدت ماديا، السبب كان هذا الجهاز يعملوا له داون جريد يطفي، جي 7 كثير كان يفصل، وسيدقني سيدي الكريم وقت كان يطفي يعني عنا بسوريا كانوا ثلاثه يشتغلوا، وهذا الجهاز ما كان يتصلح غير على ادفانس تيربو فلاشر حصرا، لا ايزي جي تاك خدمته ولا اي شيء. والادفانس تيربو فلاشر حصرا هي اول بوكس طرحت ميزه تفليش اربع ملفات على الذاكره بشكل مباشر قبل الايزي جي تاك، وهو كان الجي 7 اول نزلته بذواكر توشيبا، فهي الذاكره طلعت بوكس الايزي جي تاك مداعمتها، فراحت بوكس الايزي جي تاك. بعد فتره نزل التحديث اللي بتشوفوه بخيار الايزي جي تاك كلاسيك، هو اسمه فيريفاي ريد اند ريز رايت، خيار بتكبس عليه هذا لذواكر التوشيبا، اذا ما بتكبس عليه بتكتب وهمي الذاكره. فيها كتير اسرار الايزي جي تاك، يعني اللي مو عايش بوقتها ما حدا بيشرح لك كل تفصيله بالبوكس شو صايره، يعني انا كنت عايش فيها. فالايزي جي تاك كان تفشل باصلاحات الجهاز، فكان ما في غيري عنده تيربو وحدا بمنطقة وحدا، يعني ثلاثة كانوا عنا بسوريا يشتغلوهم بس أنا من ضمنه واحد. طبعا تعذبنا لقينا الحل، لأنه كان إكس شادو صاحب التيربو فلاشر كل ما نسأله، طبعا كان إكس شادو صديق ربيع فاني إذا حدا بيعرفه بتركيا، فكان هو وياه يشتغلوا جراند برايم جراند تو أول ما طفى كمان، فهي قصص متسلسلة مع بعضها يعني. ففريق التيربو فعلا أول حدا نزل شيء اسمه إكزينوس إنجين، يعني إقلاع الأجهزة عن طريق الاس دي كارد اللي هو فريق التيربو فلاشر. وطبعا نزل بعدها ثغرة إنه كل شيء معالجات 410 إن كان هواوي شاومي كوالكوم بتبوت على كرت الذاكرة، يعني هواوي كنا نبوته على كرت الذاكرة جي آر 5 2017 معالجة كوالكوم 410 كنا نبوته على كرت الذاكرة، سامسونج كرت الذاكره بس انك تكتب له XML بشكل مباشر عن طريق اي برنامج ديسك مانجر، يعني من الحكي. طب لا بتقلي شو فقت هذا الكلام، هذا الكلام كلياته مربوط بتشفير اللي نزل باندرويد 5 اللي هو كان بدايه شيء اسمه دي ام فيريفيكيشن. شو معنى الدي ام؟ يعني داتا مانجمنت، او نحن حنقول عنها DRK الأبسط عشان ما نفوت بالدي ام حماية كبيرة، حنقول DRK يعني Device Root Key، يعني مفاتيح جذور النظام الأساسية، يعني عندك كود مصنعي مربوط بملفات
والدي ار كي اول ما اوجدته الشركات ربطته بقطاع الار بي ام بي. يعني الدي ار كي اول ما قالوا وين بدنا نحطه، او ما حد قال لهم اربطوه بالدي بال. طب ليش نزلوا، يعني هي الربطه احبك لك يا بشغل ما، ليش نزلوا الدي ار كي وليش نزلوا الار بي ام بي؟ كل هالفكره اللي عم نلف وندور عليها بتعرف مشان شو؟ يعني كل قصه الار بي ام بي وكل قصه الدي ار كي رح نكمل بس حماية الخصوصية مشان ما تفك رمز جهاز بس، حماية الخصوصية لأنك ما تسحب معلومات زبون فقط لا غير. يعني كل شفرة القوى ايه مشان انه انت ما تقدر تسحب معلومات عميل بس، نقطة انتهى. يعني كل هالقصة واللفة الدورة، وانه مو مشان ما تبدل ذاكرة جهازية، الشركة مو سائلة علينا انه حنبدل ذاكرة ولا ما حنبدل ذاكرة، هي بالعكس الشركة من مصلحتها انك انت تبدل ذاكره الجهاز. السبب عم تخفض له اجهزه من الكفاله، انت اليوم كفلان جهاز سنه، اذا بدل له ذاكره خرج من الكفاله الشركه مبسوطه كثير، او اذا عملت له روت خرجته من الكفاله فالشركه مبسوطه كثير انه انت تخرج اجهزه من الكفاله، هي فرحانه بلاش تعسر عليك الطريق، بالعكس بتسهل لك اياها مشان انت بس مو على حساب مستخدمينها. انت اعمل روت اعمل اللي بدك اياه بس مو على حساب حمايه بيانات المستخدم. واليوم الصراع اللي صاير بين الشركات هو الصراع بين ابل ولا هواوي ولا شاومي ولا اوبو، هو الصراع على مين بيسحب معلومات الزبون بس. يعني اليوم الناس راكزه على الشركه اللي بتامن معلوماتها اكثر من الثانيه. فهو السوفت وير مبني من عام 2015 ما فوق على حمايه بيانات، فبدنا نحفظ ثلاث امور اساسيه بالسوفت وير: دي ار كي اول واحد، حمايه، وملفات الشبكة. ثلاث أمور إذا فهمتهم حليت السوفت وير كله بشكل عام. منكمل على القصة اللي بعدها اللي هي فكرة عام 2016-2017، هون نزل أندرويد 6 و7. بهالأنظمة تفعل بشكل رسمي تشفير بيانات المستخدم باستخدام نظام الدي آر كي. هون بقى صار بينزل نظام كامل اللي هو اسمه دي ار كي، مربوط بقطاع الار بي ام بي، سواء كان المعالج اكسينوس، سواء كان المعالج كوالكوم، سواء كان المعالج شو ما كان، بس اهم شيء اندرويد تبعه 7 وفما فوق، او حنقول 8 وفما فوق، هون بلش عنا نظام الحمايه. طيب انظمه الحمايه نوعين، نظام نوعه اسمه اف دي اي. طب الاف دي اي بتقلي وين موجود وشو معناته؟ اف دي اي هو فول ديسك انكريبشن، يعني تشفير كامل للقرص. الفول ديسك انكريبشن موجود من اندرويد 4.04، تم تفعيله باندرويد 6 و7. طيب التفعيل تبعه يعني هو موجود باندرويد 4.04 موجود، ولكن اون ديموند انت بتفعله يدوي، اذا ما تفعله يدوي ما بيشفر شيء. طيب اذا انا بدي يتفعل تلقائي بده يكون اندرويد تبعك 6 او 7، انت بتطلب ميزة حطنك تحط رمز وهو بشفر لك الذاكرة بشكل تلقائي. هون نزل تشفير الذاكرة بشكل اساسي بنظام الـ FDE، يعني Full Disk Encryption. طبعا هذا النظام نزل له كسر للحماية، فرجعت الشركات باندرويد 8 نزلت نظام الـ FBE اللي هو File Based Encryption، يعني تشفير كل الملفات. يعني بالاف دي اي هو بيشفر لك قرص، بالاف بي اي بيشفر لك ملف 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 يعني عليك. فهون صار صعب الشغل بكسر الحمايه، ومن هون بدا عنا شيء اسمه نظام البارتيشنز. يعني كيف نظام البارتيشن؟ لك كيف كله مربوط مع بعضه. كان من زمان التشفير ما بده هلا بس رح اسالك سؤال. هلا اليوم نحن لو عنا فلاشه بدنا نفرمتها، طب هذا الفورمات بدها الفلاشة هي ساعتها 16، بدها تاخذ نظام ملفات، بدها يشتغل ان كان ويندوز ان كان لينوكس، كل نظام تشغيل له نظام ملفات معينه. فلح نحكي ويندوز نظامه اما فات او فات 32 او ان تي اف اس او اي اكس تي فات، هاي الانظمه المعروفه لنظام الملفات لويندوز. طيب لينكس شو نظام ملفاته؟ نظام ملفاته الاساسيه هي اي اكس تي، EXT1, EXT2, EXT3, EXT4، وعنده بارتيشن اللي اسمه سواب، هو بارتيشن الرام، هيك اسمه سواب.
طيب الرام بلينوكس بيجي بارتيشن، وبالاندرويد الرام بارتيشن وإله كثير معطيات يعني كبارتيشن، بارتيشن بيجي الرام. دليل انه بارتيشن هلا بنحكي بعد ما خلص الفكره. وبعدها شركات الحمايه قالوا انه نظام الملفات EXT4 ما بيتطبق عليه الا بس حمايه FDE Full Disk Encryption. طيب هذا الشيء يعني ماشي الحال، تماشى مع الشركات بعدين بيطبقوا نظام الـ FBE. فالـ FBE يا سيدي كريم ما بيتطبق على الـ EXT4، هو بيمكن يتطبق بس ولكن في نظام أحسن منه. فابتدعوا يعني حنقول السلسلة اللي ماشي فيها الشركات EXT4، بعدين سلوت A سلوت B، بعدين حكينا مرة فيها بلايف على نظام اسمه سلوت A وسلوت B، يعني قطاع A وقطاع B. طبعا هنحكي EXT4 من اندرويد 4، هنقول من اندرويد 1 لاندرويد 5 او 6، بعدين هنحكي او 7، هنحكي من اندرويد 8 لاندرويد 9 هو النظام المستخدم سلوت A وسلوت B، من اندرويد 9 لاندرويد 12 سوبر، صار سوبر. طيب فهون إجابة سؤالنا باختصار شديد انه انا وقت اعمل داونجريد لجهازي بيكون عليه اندرويد 9 او اندرويد 10 بعمل له داونجريد لاندرويد، نعم من سوبر لسيستم. انا بيكون عندي جهاز، يعني إجابة السؤال انا جهازي اندرويد 10 نظامه سوبر، وتعمل داونجريد من بارتيشن لبارتيشن سلوت اي سلوت اي، بيختلف عنا سيستم البارتيشنز. فالجي بي تي بيكون اخذ البروسيسور هو جي بي تي او التنسيق دي ار كي معين، فبيختلف عنده الدي ار كي كتنسيق، فبيقول لك انه ما في وجود للاف ار بي، خلص تفتح. يعني هي شغله داونجريد بارتيشنز، بس انت عم تعمل تغير من بارتيشن نظام لبارتيشن ثاني، فبيختلف عندك المعايير كلها، يعني سلوت A وسلوت B بارتيشن شيء والسوبر شيء ثاني، فبتلاقي اختلفت البارتيشنات، بتلاقي فك الـ FRB وراح خلاص، يعني ما عاد ترجع. ايوه يعني رجل الاعمال اسامه اوسا يمكن قال حاجه قريبه كده. هو طبعا هو ما حكى الكلام الصحيح يعني، بس نحن عم نوضح انه هو بس عم يختلف عنا نظام بارتيشن اندرويد لاندرويد. فهذا الشيء ادى لاختفاء FRB. طبعا هي حصلت عن طريق الصدفه، بس هي تفسير العلمي هيك، يعني اكيد حدا عمل داونجريد وقال لك نجحت، بس يعني هي بشكل مختصر. هلا بالاضافه لبارتيشن حكينا سواب، عباره عن بارتيشن بيكون اخذ جزء من نظام التشغيل. كيف بنعرف انه هو بارتيشن مربوط بالذاكره؟ بدلاله انه الرام هي راندوم اكسس ميموري، يعني ذاكره عشوائيه، يعني بحال انطفت الطاقه الكهربائيه عنها لازم تفضي البرامج، صح؟ طيب انا جهاز اندرويد جيب وافتح 100 برنامج، قيم البطاريه حطه شغل، افتح البرامج المفتوحه مؤقتا بيضلوا. طب بتقلي كيف؟ اي طب شو السبب؟ ما هن بيضلوا محفوظين بمنطقه الكاش. كاش. فمشان هيك نحن وقت بنعمل كلير كاش بنخفف على جهاز الاندرويد التطبيقات المفتوحه مسبقا. فوقت انت تيجي تعمل لود للتطبيق بياخد وقت، ليش؟ لانه بده يرجع يحمل ملفاته على الكاش، فبيرجع بياخد وقت. فهي تعتبر جزء من بارتيشن سواب. على كل حال هاي الامور انت فيك تعرفها كلياتها، تفتح اي دي بي شيل وبعدين بتحط كاتلوج، يعطيك البانك تبع الاندرويد، على اساسه انت فيك تشوف كل شيء، كاتلوج اسمه، تفهم البارتيشن العاطل من المشكله. طبعا اذا بروت اكسس شيء، واذا بروت اكسس شيء اسمه كاتلوج حبيبي يا باشمهندس اسامه اوسا، اسمه اي دي بي كاتلوج، بتعطي بقى بيعطيك كل المعلومات اللي صايره ما وراء الكواليس، يعني بالكيرنل البوت ايميج اللي عم يحكي شو تفاسيره. يعني سامحونا اخذنا من وقت. الله ينور عليك. يعني الترتيب الجميل والقصه من الزيرو لحد ما وصلت لاجابه السؤال، يعني الله ينور عليك. حد بيقول اقدر اشتغل اي اس بي من غير ما اخد كورسات؟ بص ما فيش حاجه ينفع تعملها يعني كل حاجه ينفع تعملها من غير كورسات، بس الفكره كلها في المجهود والوقت، والمفروض ان انت تبقى جاهزيتك في الانجليش في اللغه الانجليزيه كويسه عشان تقدر
تعمل الكلام ده. اما بالنسبه للمكوى والميكروسكوب فلازم تجيب الاثنين ويكونوا موجودين عندك. المكوى عندنا كذا حاجه، يكون بتدعم المايكرو بنسل، عندك السيجون 26 و36 بموديلاتهم اللي نزلت، عندك الجي بي سي طبعا وهي المكوى المحترمه اللي احنا بنشوفها ممتازه في الحته دي، وفي بعض المكاوي الاخرى بتدعم المايكرو بنسل. انا عايز اقول للناس ان انا حصل مفاجاه، يعني مش عارف من ساعه ما حصلت وانا متابع محمود، لكن انا عايز اطلع اقول لمحمود استنى احطها، فخلينا نشوف ايه هي المفاجاه اللي حصلت. جالنا تبرع ب 10,000 جنيه لصديقنا الله يرحمه محمد عارف. جالنا تبرع ب 10,000 جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الله يزيد ويبارك. جزا الله خيرا المتبرع طبعا، ويعني ربنا يرحم محمد، ودايما في ظهر بعض ودايما سند لبعض، ويعني مش لاقي حاجه اقولها. يعني 10,000 جنيه. ربنا يرحمه وربنا يتقبل من المتبرع. وعايز اقول لكم يمكن اللايفات اللي الواحد بيعملها لما بيشوف ان يلا بينا محتاجين منكم مساعده ويلاقي ده بيحصل، فبيبقى الواحد ما ضيعش وقت، الواحد بيعمل حاجه كويسه للناس كويسين. تبرع لاول مره في حياتي اشوفه. احنا يمكن لمينا فلوس كتير في الفتره اللي فاتت، انا مش عارف هو مين الشخص طبعا، ولكن ربنا يجازيه خير. يعني 10,000 جنيه اكبر تبرع تقريبا انا شفته من شخص، يعني من فرد. يعني ربنا يرحم محمد وربنا يجازي المتبرع خير، ويا رب دايما ما تشوفوا حاجه وحشه فيكم ولا في عيالكم، ودايما ربنا يا رب يرزقنا بالستر. انا اسف، بعتذر عن بقيه الاسئله، في شويه اسئله ولكن هعتذر عنها سامحوني. يعني هو الواحد بيحاول يبقى موجود في مود اللايف، ولكن احنا بقى لنا ساعه ونص، فسامحوني. احنا ان شاء الله باذن الله انتظرونا الحلقه الجايه باذن الله يوم الاربعاء القادم، وانتظروا برضه لايفات جديده. عندنا لايف باذن الله يوم السبت مع محمد مدحت عن مكن الليزر بتاع السكرينات ومكن الكتر وازاي تقدر تختار ما بينهم. ده يوم السبت ان شاء الله، يوم كل يوم اربع باذن الله مع حسام الدين مصطفى باذن الله لايف عن في سلسله السوفت وير للمبتدئين، دي الحلقه الثالثه ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان كان لينا عمر باذن الله وموجودين معاكم. هيبقى في لايف مع حسام الدين مصطفى ان شاء الله باذن الله. هنستاذن محمود تقي الدين مره ثانيه ان هو يبقى معانا في لايف الاسبوع الجاي، هنرتب ميعاده وهنبلغكم قبلها بفتره. شكرا للي اتبرع بالرقم ده وربنا يجازيه خير، ويعني ربنا يا رب يرحم محمد عارف ويرحم عبودة الله يرحمه ويسامحه ويستر عيالهم دنيا واخره باذن الله. شكرا يا محمود، شفناك النهارده، وشكرا للمعلومات وكمل المعلومات الهائله اللي دايما انت متشجع. شكرا لك وللبشمهندس حسام، والله انتوا الاساس، نحن يعني حبينا تكون ضيف خاص عليك، انت دايما اضافه لاي مكان تكون فيه. لوجودك امبارح انت كان عندك تدريب اونلاين، ويعني طلعت سندت معانا لحد ما الانترنت عند محمود رجع. شكرا لكل الناس اللي موجودين معانا، شكرا للناس اللي بتابعونا، شكرا لكل اعضاء الجروب، وشكرا مره اخرى للمتبرع الاخير اللي اتبرع ب 10,000 جنيه لمحمد عارف الله يرحمه ويسامحه. نشوفكم على خير باذن الله يوم السبت مع محمد مدحت، ويوم الاربعاء باذن الله مع حسام الدين مصطفى، وفي خلال الاسبوع مع محمود تقي الدين. نشوفكم على خير، السلام عليكم. Yeah.